بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أعزائي المشتركين بهذه الدورة، دورة التصميم، وأهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الأولى اللي راح تكون يعني عبارة عن مقدمات. ومثل ما شفتوا الآن إحنا في البداية بدينا نتدرب على استعمال البرنامج. تعرفون البرنامج بسيط، ولكن اللي ما مجربه قبل يجوز عنده شوية تصير مشاكل به. والحقيقة الآن هذه البرامج أصبحت مهمة، لأن مثل ما تعرفون في ظروف اللي نعيشها الآن، ظروف كورونا، الآن أصبحت برامج التعليم الإلكتروني والتدريب الإلكتروني هي برامج مهمة. الدورة مالتنا الحقيقة هي يمكن هو عنوانها كان الرئيسي هو يعني تدريب على برنامج ستاد برو، بس هي في الحقيقة في جوهرها هي مو تدريب على برنامج، إنما هي تدريب على التصميم. ويمكن تكون هي كلمة التصميم هي أفضل وأشمل كلمة يعني حق تصف هذه الدورة، لأن التصميم يشمل كل هذه الأشياء اللي هي التحليل واستعمال البرنامج واستعمال الكود وأمور كثيرة أخرى هي اللي تدخل ضمن عملية التصميم. إذن الشيء الواسع أو الشعار الواسع أو الكلام اللي يشمل الكل أو المصطلح اللي يشمل الكل هو كلمة التصميم. حق التصميم مثل ما تعرفون هو صحيح هو عمل المصمم بدرجة الأساس، ولكن المعلومات عن التصميم هي ليست فقط مقترنة بالمصمم. يعني الآن طبعا يعني سعدني مشتركين يعني الحقيقة بهذا التفاوت من الخبرة وسنة التخرج، يعني هذا يعني الآن أمامنا مشتركين من يعني يعملون في يعني أماكن مختلفة في أدوار ضمن العملية الهندسية، مثلا بعضهم يصمم بعضهم ينفذ ويا شركة مال مقاول، أو بعضهم مثلاً مشرف وموظف في دائرة حكومية أو مهندس مقيم إلى آخره. أنا أتصور هناك مساحة مشتركة الحقيقة بين الجميع اسمها يعني هذا اصطلاح الحقيقة قبل كم سنة بديت يعني أنشره اللي هو اسمه الثقافة التصميمية، اللي هو معلومات عن التصميم يحتاجها الجميع. مثل ما تعرفون يعني على سبيل الفرض يمكن إذا واحد يتصور أنه المصمم أو المنفذ هو بعيد عن التصميم لأن عنده الخرائط، كلنا نعرف أنه اللي راح يتنفذ هو ما يشبه التصميم، هيختلف عن التصميم. لذلك هناك ما يسمى بأزبلت دروينج اللي هي مخططات واقع الحال اللي تصير بعد ما يكمل تنفيذ المشروع. إذا كان كل مخطط نصممه هو راح يتنفذ حرفيا، معناها ما نحتاج فشيء اسمه أزبلت دروينج. زين، إذن هذه التصاميم تخضع للتغييرات الحقيقة، وتخضع بعض الأحيان تحفظات المنفذين. هذا كله من يجي من وجود ثقافة تصميمية عند المنفذين، كذلك عند المهندس المشرف عندما يتأكد من صحة مثلا بعض المعلومات، أو من يصير مثلا تغييرات أو مثلا يصير أخطاء في التنفيذ ويريد يعرف شنو السماحية اللي يقدر مثلا يمشي بعض الأمور أو ما يمشي بعض الأمور، وين يفرض غرامة، وين مثل ما احنا نقول بعبارتنا يفلش المنفذ لأنه ما يوافق الخرائط. احنا مو كل شيء كل الأخطاء لازم نهدم أو نكسر، هذا أيضا يحتاج المشرف أيضا عنده ثقافة تصميمية. طبعا أنا أقول المصمم صحيح هو الدرجة الأولى، المصمم هو اللي يحتاج أكثر مساحة أكثر من الثقافة التصميمية، يحتاج الحقيقة معلومات أن يتوسع أكثر. احنا بهذه الدورة هي 20 محاضرة، كل محاضرة ساعتين، فاحنا راح نتكلم عن إعطاء ثقافة تصميمية لكل هذا الأنواع أو كل هذه الأدوار اللي يمكن يمارسها المهندس في حياته العملية. من إذا كان طبعا مصمم هذا شيء أكيد، إذا كان منفذ أيضا، وإذا كان الحقيقة مشرف هو يحتاج هذا. هذا جانب. الجانب الآخر، إحنا الحقيقة أيضا من خلال هذه الدورة عندنا هدف آخر، هو بناء عقلية هندسية علمية. ويعني اسمحوا لي أنا أذكر هذا الحقيقة، لأن تعرفون المهنة كل مهنة هي تكون مهددة بالخطر إذا كانت بعيدة عن الجانب العلمي. ونشوف إحنا كثير من المهن الحقيقة هي، وأنا يعني أقصد بمعنى المهددة بالخطر بمعنى أن يمارسها من هو غير مختص. وطبعا من تكون سهلة ما بها معلومات كثيرة أو جانب علمي كثير سيطر على فقراتها، بالتأكيد إحنا نتوقع أنه رح يدخلون ناس إلى هذه المهنة غير مختصين ويمارسون هذه المهنة. وكنا نشوف إحنا ناس ينفذون يعني بيوت منشآت مختلفة، الآن صارت حتى جزء أبنية متعدد طوابق، وهم يعني جزء مدارسين حتى هندسة أو يعرفون شيء عن الكونكريت وكذا.
فلهذا الحقيقة الجانب العلمي يجب أن يعود للمهنة. كيف يعود الجانب العلمي؟ صحيح التشريعات هي رقم واحد، تشريعات والقوانين اللي تحمي المهنة سواء كانت تشريعات حكومية نقابية إلى آخره، لكن أنا ما أتكلم عن هذا، راح أتكلم عن دور أهل المهنة في إعطاء الجانب العلمي للمهنة، وهو أنتم يعني أيها المهندسين وأيتها المهندسات، كيف تعطون الجانب العلمي لمهنتكم؟ بأنه كل عملكم يكون مبني على حقائق علمية، أو مبني على ما احنا نسميه بالمواصفات، أو بعد بعبارة أكثر دقة مثلا مبني على فتشي اسمه الكود، مثل ما تشوفون الآن هذا هو يعني نسخة من الكود الأخير اللي هو صادر عن الACI في سنة 2019. فإذا من يكون كل شيء مبني على الكود الحقيقة، وأني أجي عندما أتكلم بمعلومة أفتح الكود وأقول هذه المعلومة مثلا هي الفقرة كذا في الكود، وهذا رسم مثله وهذا جدول أو هذا تكست معين كتابة، هذا معناها الحقيقة أنا أتصور الكل راح يحترم رأيي، وأيضا بالنتيجة راح يكون المختص يعني يخشى أن يدخل في هذا وهو مثلا ما يعرف شيء عن الكود أو ما دارس الكود. لذلك الحقيقة اسمحوا لي أن تكون هذه الدورة التدريبية محورها هو هذا الكود اللي شفتوه الآن، محورها هو طبعا لازم نختار كود، ما نحن دارسين كنا الآن في العراق نجلس على من صارة الهندسة والتعليم الهندسي لحد الآن نحن نمشي على الACI 318 كود، فإحنا إذن راح يكون هو هذا محورنا هو الACI 318. فإحنا راح نبدي به من اليوم من أول محاضرة، راح نتكلم أول شيء عن الكود، لا أتكلم عن ستاد برو ولا أتكلم عن إي تابز ولا عن روبوت ولا عن أي برنامج آخر، هذه تولز وأني مهندس مفروض هاي التولز هي هذه مثل أصابع الإيد أي إيدين مثل ما تشوفوها الآن، هي الأدوات اللي أنا أنفذ بها الأعمال وأنفذ بها الإجراءات الهندسية أو القرارات الهندسية اللي أخذها أجي أنفذها. فهذه الأدوات هي الآن كود ACI رقم واحد اللي هو الآن هو راح يكون الأساس، ومن ثم طبعا بالدرجة الثانية يعني برنامج الكمبيوتر وغيره مثل ما أشار راح نتعرض عليها إن شاء الله خلال هذه العشرين محاضرة. إذن راح نبدي بالكود وننتهي بالكود. إذن بالبداية قبل يعني يمكن واحد جزء من عندكم بخاد يتصور إنه قبل ما دخل هذه الدورة إنه إحنا ما راح نجيب اسم الكود إلا من كلام عن التصميم، راح نبدي رأسا نتكلم عن أفتح ملف فلان برنامج مثلا ستاد برو وهيش يسوي والفريم من هنا تجيبه كذا، لا أصلا قبل ما ندخل للبرنامج إحنا اسمحوا لي راح نسأل الكود، راح نقول نعطينا المعلومات اللي نحتاجها قبل ما ندخل البرنامج. أصلاً بالبداية أنت تسمح لنا يا كود أن ندخل البرنامج أو لا؟ هذا كله راح نشوفه يعني من خلال هذه المحاضرات إن شاء الله القادمة. الكود طبعاً إذن راح يكون كلامنا هو مثل ما ذكرت كله مبني على الكود حتى يحقق الهدف الأساسي اللي أنا ذكرته، وهو إرجاع العلمية إلى مهنة الهندسة، ولا سيما طبعاً أتكلم عن الهندسة الإنشائية أو الهندسة المدنية. قبل أن ندخل في يعني صلب الموضوع خليني أتكلم عن سير المحاضرة. إحنا راح تكون المحاضرة هي ساعتين كاملة، ساعة ونص محاضرة ونصف ساعة للحوار والمناقشة. طبعاً راح أقسم هذه الساعة ونص حتى لا تكون يعني العملية مملة وكذلك لا تكون متعبة بالنسبة إلي إلى قسمين ثلاثة أقسام عفواً. كل نصف ساعة راح أتكلم، راح نتوقف دقائق يعني لا تتجاوز 10 دقائق لسماع الأسئلة. الأسئلة عندكم أنتم أسلوبين لطرح الأسئلة. الأسلوب الأول هو استعمال تشات بوكس، وكلكم الآن تشوفون نعم التشات بوكس الآن وكتبتوا به قسم كتبوا به، وعندكم أيضا طبعا تشات بوكس استعماله حد إذا كان السؤال عبارة عن كتابة. أرجو أن كل واحد أيضا يجمع ورقة وقلم يثبت النقاط الأسئلة والاستفسارات حتى يعني يستعد إلى كتابتها بالتشات بوكس، أو الطريقة الثانية اللي قد أيضا تكون هي يعني أسهل أنه يسأل بالصوت مباشرة. أنا أعذروني أنه حتى الصورة مالتي أيضا راح أغلقها عندما نبدأ لأنه حتى شوية يكون اتصال قوي بيناتنا. يرفع إيده، شفتوا أنتو رايز هاند، بتروحون إلى participants، من تفتح participants راح تشوف أكو عندك على جهة اليمين أتصور مكتوب رايز هاند فترفع الإيد. إذا أنا بعد ما تخلص النص ساعة راح أجي حقيقة راح أباوع على الإيدين المرفوعة، هذه معناها عنده سؤال، اللي رفع إيده يحب يطرح السؤال بصوته، واللي كتب
بعدين ارجع الى الشات بوكس اللي كتب السؤال، انا راح اقراه وراح اجاوبه طبعا للسؤال، وان شاء الله من خلال طبعا يعني راح نستعمل ايضا رسم على الشاشه او توضيحات اشكال معينه مصادر كثيره. الحقيقه كلام طويل راح يكون وبتفاصيل كثيره ومتشعبه. زين، هذا اذا طريقه سير المحاضره. احنا بدينا 9:10، اذا احنا الى 10 الا 10 لازم اتوقف للاسئله، فحضروا لي اسئله اذا بعد نهايه النصف ساعه الاولى. طبعا انا اتمنى تكون الاسئله كلها تركز على ما طرح خلال النصف ساعه، اذا الوقت لم يسمح راح ناجل الاسئله الى النهايه حتى نجاوبها ان شاء الله، واذا الوقت ايضا لم يسمح ممكن احنا نتواصل خارج المحاضره بالجروب مال التليجرام. نعم، اعتقد هذه الاشياء اللي ردت اقولها كمقدمه قبل المباشره نصل بالموضوع. وراح اتكلم بالبدايه طبعا راح يكون سير الدوره بهذا الشكل، انه راح اتكلم شويه عن الكود، التغييرات اللي صارت بالكود، الكود الجديد، ثم راح ادخل في اول خطوه دائما في عمليه التصميم وهي اختيار النظام الانشائي، وطبعا هو احد الفصول اللي في بدايه الكود. وبعدين راح نجي ندخل الى التحليل الانشائي، التحليل الانشائي راح نتكلم عن كود شيء يتكلم عن التحليل. طبعا راح نحتاج برنامج كمبيوتر، احنا اخذنا الكيز الحقيقه اللي راح نشتغل بها هي برنامج ستاد برو، راح نسوي لنا ملف يعني بستاد برو، احنا راح يكون عندنا اكزامبل من الاول للاخير، هذا الاكزامبل نتعلم به كل الخطوات والاشياء اللي راح نسويها، ومن ثم بعد راح نكمل تحليل هذا الفريم النموذج في هذه الدوره، راح نطلع نتائج القوى الداخليه اللي بيها زوم، قوى قص، القوى المحوريه الى اخره، ثم نرجع للعناصر الانشائيه نحاول نسوي لها ستيب باي ستيب ديزاين اللي هي باي هاند، يعني ما راح نستعمل ديزاين باي كمبيوتر، راح نستعمل ديزاين باي هاند، واللي لهذه الحقيقه الاسلوب هو المهم لتحقيق الهدف الثالث اللي الان راح اذكره للدوره، وهو كيف يعني تحمل عقليه صاحب قرار، كيف تكون شجاع في اتخاذ القرار. طبعا من اقول قرار يمكن واحد يتصور انه يعني في المشروع مثلا بالبنايه 20 طابق وفد قرار معين متعلق بالصب او كذا، لا، من اقول قرار يعني قد يكون حتى مثلا انت كمصمم وتختار مثلا مقاومه انضغاط الكونكريت، البرنامج يسالك ايش قد تخلي مقاومه انضغاط الكونكريت، هذا قرار. اذا كل العمليه الحقيقه الهندسيه من بدايه التخطيط لها الى نهايه التنفيذ والصيانه هي متعلقه بقرارات، كل هذه قرارات سواء كانت صغيره او كبيره، فكيف واحد يتعلم ان ياخذ القرار؟ طبعا هذا ايضا جوابه راح يكون شنو؟ بموجب المواصفات، بموجب الكود. يمكن واحد ممكن يسال، يعني صار في بالي انه ممكن واحد يسال سؤال يقول اذا شنو الخبره ليس لها دور؟ اذا الكود موجود وكل يعني الكود اذا يحتوي على اجوبه لكل الاسئله وكل القرارات راح نجيبها من الكود، فهل معنى الخبره ليس لها دور؟ الجواب هو نفس الكود راح يترك امور للخبره. راح نشوف كثيرا انه الكود يقول يؤخذ راي المهندس مثلا، المهندس المشرف، مهندس اللي هو طبعا يستعمل في الاصطلاح لايسنس بروفيشنال انجينير او ديزاينر او بي دي يمكن او بي اي، اللي هو هذا هو الشخص المرخص قانونا انه هو يتخذ القرار. امور كثيره راح يتركها الكود الى اتخاذ القرار للمهندس، فالخبره طبعا لا غنى عنها. نعم، اذا احنا خلي اذا نشارك الان الشاشه ونتكلم عن الأمور التفصيلية في هذه الدورة وموضوع المحاضرة الأولى. نعم، يعني يفترض الآن ظاهر أمامكم فولدر، هذا فولدر عن حقيقة يعني خاص للدورة اللي بيه معلومات كثيره ومصادر، وراح اقول لكم شلون نبوبه. راح ان شاء الله انا ارسل لكم كل هذه المعلومات لكم، ويا ريت انتم ايضا تبوبوها مثل ما انا مبوبها حتى تكون ايضا رفرنس لكم خلال الدوره وايضا بعد الدوره مجموعه من المصادر. مثلا عندنا هنا فولدر خاص للكودات، عندنا فولدر اخر خاص للمصادر، يعني فولدر الكودات يختلف عن فولدر المصادر. هذه مثلا يعني افضل نعزل، عندنا البرنامج، هذا البرنامج اللي انتم الان المفروض منصب به اللي هم عندكم مشكله بالتنصيب ممكن نتكلم بها لاحقا. عندنا ايضا فولدر لملفات الستاد برو، انتم تعرفون ستاد برو من يبدي يشتغل
يسوي ملفات أخرى فرعية كثيرة. عندنا ملف أوتوكاد، نحن أيضا ككيز ستدي راح نتكلم عنها بالأوتوكاد، فملف إذن خرائط، عفوا خرائط الأوتوكاد اللي نحتاجها، وفولدرات أخرى راح أتكلم عنها تباعا حقيقة عندما تجي مناسبة الكلام عنها. خليني أبدي إذن بالكود ومنظمة المسؤولة عنه وشنو التغييرات اللي صارت به، وخصوصا التغيير الكبير التنظيمي اللي صار في سنة 2014. حتى يعني استعمل كل الشاشة، يعني حط في كاميرتي الآن، والآن حتى تشوفون بشكل واضح الشاشة كاملة. نعم، إذن الكود الحقيقة تغير تغيير كبير من ناحية التنظيم في سنة 2014. هذا الكلام راح أذكره ومأخوذ من محاضرة ألقاها راندل بوستن اللي هو رئيس الكوميتي 318. تعرفون الـ ICI الأمريكان كونكورد إنستيتوت هي منظمة قديمة أسست سنة 1904، وهذه المنظمة الحقيقة عندها كوميتيز كثيرة، يعني كل موضوع تتعامل وياه هو عبارة عن كوميتي. فمن ضمن الكوميتي كوميتيز هي 318 اللي هي خاصة لتصميم المباني أو منشآت خرسانية المسلحة. فطبعا طور الكود كثيرا، ولكن الكود في 71 أخذ فد يعني هيكلية معينة في التصميم مالته والفقرات إلى آخره، ومن ثم بقى من 71 إلى سنة 2014 صار عليه تغيير كبير جدا من ناحية التنظيم. فهذه محاضرة يعني أو جزء من محاضرة عرضها في وقتها للترويج للكود، طبعا قبل ما كان يظهر هذا سنة 2014 رئيس الكوميتي هذا 318 راندل بوستن، طبعا العام الماضي كان رئيس الـ ICI كل منظمة. إذا حتى نفهم كيف تطور الكود حق كثيرا، في 1971 الـ ICI 318 كان فقط بـ 750 provision. Provision كل فقرة بالكود هي اسمها provision أو اشتراط، يعني بالعربي نحن نتنعنا أيضا الكود العراقي الآن في طورة إلى الاكتمال. Provision معناها اشتراط، اشتراط يعني الشيء أنت لازم تلتزم به تنفذه. فكان 750. في 2011 آخر ظهور للكود قبل التغيير الكبير في 2014 صار 2500 اشتراط. حتى تلاحظون كيف التطور الكبير اللي حصل بالنسبة إلى الكود. لمن تتكون هذه الكوميتي ICI 318؟ حقا احنا نتصور انه الكود يكتبوه فقط ناس يعني دكاترة او بروفيسورية او باحثين كذا، الجواب لا. الكوميتي طبعا عددها تقريبا اكثر من 60 شخص، دول اللي حقهم التصويت، وكو اعضاء استشاريين اخرين يمكن حوالي 40-50 شخص. فنشوف انه الكوميتي بيها كونتراكترز مقاولين، بيها ستركتشرال انجينيرز مهندسين انشائيين يعني مصممين، بيها بيلدينج اوفيشلز يعني يشتغلون مثلا مهندسين مقيمين او اللي عندهم يعني صلاحيات اتخاذ مثلا القرارات بالاشراف، بيها ماتيريال انجينير يعني مهندسين مال مواد انشائيه تخصص مواد انشائيه، وبيها ايضا باحثين في الجامعات وكذا. فنشوف فد خليط يعني كبير من تخصصات مختلفه، كلهم ذولا يشتركون في مناقشه كلمه كلمه في هذه الاشتراطات في هذه البروفيجنز. إذن يعني هذا بعد أكثر حقيقة يعيد كلام اللي يعني ذكرته، أنه الكود هو ليس فقط منهج يعطى في الكليات، إنما هو الحقيقة كتاب يتعامل به المصمم والمنفذ والمشرف، فضلا عن اللي بالبداية تعاملوا به الطالب والأستاذ. كود مال 71 إلى 2011 القديم، يعني راح نحكي الكود القديم والجديد، نقصد ما قبل 2014 وما بعد 2014. فكان الكود ترتيبه يعني الخريجين القدماء يمكن يتذكرون، وطبعا انا منهم، انا درست على كود 1983 كان في وقتها، بمرتب بهذا الشكل انه يتكلم عن التحليل، ثم يتكلم عن سيرفيسابيلتي، ثم يتكلم عن شلون نحسب السترينث، ثم يحكي عن بعض الديتيلينج بالحديد. يعني العملية عبارة عن تقريبا كأنه يعني أنا إيش أتصوره كتاب مال يعني theory of or خلينا نقول fundamentals of
reinforced concrete design اللي هو أكثر شيء يعني مناسب للتعليم بصراحة، مناسب للصف الدراسي. هم الحقيقة في الـ ICR شافوا أنه اللي يستعمل الكود أكثر شيء هو المصمم. صح أنس ذكرت بالكوميتي هواية يعني أنواع من الأشخاص مشتركين، ولكن المصمم هو يعني أكثر واحد راح يستعمل الكود أو يستعمل أكثر فقرات من الكود، لذلك صار القرار أنه يحولوه إلى كتاب للمصمم. شوفوا الآن مثلا كيف نصمم عمود بالكود القديم اللي هو 2011 إلى يعني وما قبلها إلى حد 1971. من تصمم كولوم تحتاج باوع فصل رقم 11 chapter 11، تحتاج chapter 10، تحتاج chapter 9، chapter 7 على مود الكسح مع الحديد، المسافة بين دني التايز الأطواق مع الحديد تحتاج أيضا chapter 7، الديفلوبمنت لينكس واللاب سبلايس وهذا تأخذ من chapter 12. يعني مجموعة فصول أنت على مود تصمم العمود. تصوروا بالاي سي اي الحقيقة يعني بالكوميتي خصوصا هذه الاي سي اي 318 ان هذه العملية اولا يعني تتيه الشخص المصمم، ثانيا تخوف ليش احتمال ينسى شيء من هالاشياء لانه ما مجموعة كلها في مكان واحد او في فصل واحد من يريد يصمم العمود. لذلك الحقيقة تخيلوا كأنه الكود القديم هو هذا شكله، يعني مثل واحد الان في ورشة او في مخزن مثل هذا يحتاج مثلا درنفيز او يحتاج سبانة مثلا قياس 14، شلون وين راح يلقاها؟ يعني ما عنده مثلا السباين على حدة والكذا على حدة، فتصوروا انه هذا يحتاج اعادة تنظيم. فالطريقة اللي فكروا بها هي هاي، انه يرجعون كل الفقرات حقيقة طلعوها برا، كأنه هاي الفقرات هاي الاشياء بالمخزن هي عبارة عن الفقرات، بس شنو الان كانت خليط ما مصنفة على اساس العملية التصميمية، يعني ما هو الذي يخص العمود، ما هو الذي يخص السقف، ما هو الذي يخص الأساس، ما مصنف على الأساس، فلذلك طلعوها كلها برا، يعني كأنه طلعوها خارج الكود ورجعوا بعدين صنفوها. من خلوها بالمخزن، مخزن صار الآن أصلاً حتى كبير المخزن، ممكن يخلون به سيارة، هذه مجرد صورة فاني، ولكن هذا هو المهم. لاحظوا الآن هذه الصورة، هذا التصنيف، يمكن هم شوية خلي أزوم أكثر. شوفوا مثلا كرتون مكتوب عليه one way slab، كرتون لاخ مثلا بالادوات الخاصه بالتو way slab الخاصه بالبيم. انت تيجي تصمم بيم تروح تاخذ هذا، تاخذ هذه العلبه، تفتح العلبه تطلع بها موجود كل ما يخص البيم، ما راح تنسى شيء، ما راح يفوتك شيء. وهذه الفكره الاساسيه من تغيير تنظيم الكود بهذا الشكل واللي ظهر سنه 2014 لاول مره. وهكذا بالنسبه لباقي العناصر الإنشائية وباقي الأمور طبعاً الضرورية للكود. إذن هذا هو التغيير الرئيسي صار أو إعادة التنظيم، أو هذه هنقول سبب إعادة التنظيم. زين، نستمر إذن بالعرض هذا الحقيقة التغييرات في الكود وكيف تمت. أيضاً صار الآن الكود الجديد يتكون من هذا الترتيب بالفصول. أول شيء جنرال بشكل عام عن الكود، سأتكلم عن كل جزء. ثاني شيء عن يتكلم عن السيستم، يعني شوفوا هنا، شوفوا الآن يعني هذا إثبات كيف أنه أصبح كتاب للمصمم. يعني أول شيء يريد يسويه الشخص عندما يصمم، أكو معلومات عامة يعرفها عن التصميم، هاي جنرال. بعدين لازم يختار نظام إنشائي، وهذا رح نبدي بيه إحنا. يعني إحنا رح نبدي نحكي صحيح عن سلاب بيم سيستم، بس يعني اول راح تسالوني انتم المفروض كيف قررت انه سلاب بيم سيستم؟ ليش ما يكون فلات سلاب؟ ليش ما يكون بري كاست؟ اصلا انت ايش قررت كونكريت؟ ليش ما يكون ستيل من حديد مثلا المبنى؟ خب يعني اكيد ما راح اجاوب اقول والله لا هي الدوره مال كونكريت فانتم جيتوا على مود هذا الموضوع، لا طبعا. يعني الان راح نعلمكم انه السيستمز بشكل عام، ومن ثم راح نتدرج الى ان نجي ليش نختار السلاب بيم سيستم. زين، إذن هذا أول مجموعة فصول أو معلومات يجب أنه إحنا نختار السيستم قبل ما نبلش صمم الممبرز. صممنا الممبرز وكملناها، الآن نحتاج نصمم الجوينتس بين الممبرز. لأن الممبرز من نقول ممبر راح نقول كولوم بيم سلاب، ولكن ذولا أكو علاقة فيما بينهم راح نلقاها في مجموعة فصول تخص الجوينت. وأخيرا إحنا ما راح نقدر هاي الأشياء كلها نسويها بدون شنو تول بوكس،
حتى يعني هذا الصورة مال التول بوكس الحقيقة اللي هي كأنه هاي أدوات لازم عندك أنت صندوق مال مثل ما قلنا سباين درنفيسات كذا. أنت ما راح تصمم كل منبر تحتاج أدوات، بس راح أتكلم عن شنية هاي الأدوات. الآن نيجي إلى مثلاً السيستم، راح يشمل أنه فصل لللود، فصل لأنواع السيستم، فصل للتحليل، فصل لمقاومة الزلازل. هذه كلها طبعا لانه لا ننسى احنا مقاومه الزلازل، احنا ايضا هذه الدوره تعرض يعني ولو بشيء بسيط لكيفيه حساب احمال الزلازل. الزلازل اهم شيء بيها شلون تختار السيستم اللي يقاوم الزلازل. فاذا هذه اربع مفردات هي موجوده ضمن الفصول الخاصه بالسيستم. الممبرز، هذه انواع الممبرز راح نتعامل وياها، يتعامل وياها الكود الجديد. One way, two way، انواع السلابس، بيم، كولوم، وول، انواع الممبرز اللي ممكن تكون موجوده، ويضاف لها الكود الحقيقة موجود طبعاً في الكودات القديمة أيضاً، بس كانت فصل منفرد اللي هو plain concrete member، إنه الكونكريت بدون حديد، members اللي بيها كونكريت وما بيها حديد. زين، نجي الآن كل فصل من فصول هذه الممبرز شنو بي؟ طبعاً هذه أشياء أيضاً متشابهة بكل يعني الممبرز، يعني هذه مثلاً تشوفون سبع خلينا نقول فقرات ضمن فصل العاشر اللي خاص بالأعمدة، نفس اسم السبع فقرات موجود وين؟ في فصل البيم، وفي فصل التو واي سلاب، وفي فصل الفاونديشن اللي هو فقرات راح تجي. يعني الفصل كل فصل يتعامل مع تصميم منبر راح يجي يتكلم عن سكوب مال تشابتر، يعني شو يحتوي هذا الفصل، معلومات عامه عن الكولوم، ثم حدود التصميم يعني اذا اكو ماكسيمم مينيمم كذا الى اخره، ثم المقاومه المطلوبه للكولوم. انت من تصمم انت صح راح محلل بالبرنامج ومطلع قوه مثلا على الكولوم، لكن لازم الناس تتعلم شلون تحسب مقاومة الكولوم للقوة للعزم للكذا. زين، المقاومة المطلوبة، عفوا المقاومة المطلوبة تجي من التحليل، سوري، هذه هي الديزاين سترينث اللي هي المقاومة اللي انت راح توفرها من خلال ابعاد العمود وحديد التسليح. يعني دائما فقرتين واحدة ورا اللخ، وفي كل الاحوال انت لازم يكون ديزاين سترينث اكبر من ريكواير سترينث حتى يعطيك معامل امان. ثم حدود الحديد اذا اكرو ماكسيمم مينيمم، هاي تختلف عن ديزاين ليميتس. ديزاين ليميتس مثل قد يكون ليميتس مثلا لطريقه التصميم، او مثلا ليميت للديفلكشن او غيره او كذا، حدود لها علاقه. يعني على سبيل الافتراض مثلا بالبيم، خليني مثال يمكن في بالي الان، مثلا بالبيم اكو ليميت للدبث حتى تشيك الديفلكشن، هذا مثلا هنا بهاي الفقره يكون. بس الانفورسمنت ليميتس لا، واضح هذه روم مينيمم وروم ماكسيمم. ثم طبعا ديتيلينج اللي هو ما ممكن يكون اكو تصميم اذا ما يعني يكون الاوتبوت مالته عباره عن ديتيلينج، وهذا مهم جدا، ايش قد نعوج الحديد، شلون نسويه كذا الى اخر، طريقه تنفيذه، هذا مهم حتى يحقق الديزاين سترينث اللي احنا نريدها، اللي سواء كانت بالكولوم او بالبيم. لو نرجع الان الى الكولوم اللي بالكود القديم، قلنا كم فصل نحتاج، يعني ما حسبتهم بالله، شابتر 11 1 2 3 4 5، يعني خمس فصول او ست فصول نحتاج حتى نصمم عمود. لاحظوا الان بالكود الجديد اصبحت بهذا الشكل، نفس الفقرات كلها انجمعت بفصل واحد هو الفصل العاشر الخاص بالاعمده. والان المصمم راح يجي يستلم الفصل من الاول للاخير، ما يطلع من الفصل الا وهو متاكد ان كل ما يخص العمود او تصميم العمود هو حققه. وهذا هو طبعا كان الهدف من ان تنظيم الكود بهذا الشكل. بالجوينت كذلك نفس الكلام، بالجوينت والكونكشن الحقيقه يعني ايضا هناك فصول على الانكرج اوف كونكريت، اكو اشياء كان راح نتطرق لها لانه تحتاج بعد يمكن دوره متقدمه اخرى في معلومات اضافيه. نجي الى التول بوكس، شنو معنى تول بوكس؟ يعني قبل شوي قلت درنفيز وسبانه، لكن اكيد هو مو بهذا الشكل. التول بوكس انه انت مثلا تريد تحسب الديزاين سترينث بالشابتر 10 اللي هو خاص بالاعمده، مين تحسبها؟ طبعا الكود راح يقول لك روح الى شابتر خاص، هذا شابتر اسمه سكشنال سترينث، لانه طبعا تعرف شلون تحسب مقاومه العزوم في مثلا عمود او في بيم او في كذا، هذا من الصعب ان يجي ونخليه بالتفصيل في كل الفصول، او مثلا معامل الامان في كل الممبرز نخليه بتش حال. يمكن الكود راح يصير، هو الكود الان يمكن حوالي 800 صفحه، ومثل شفتوا الحجم مالته كبير، راح يصير اكبر بكثير. اذا هاي مجموعه معلومات احنا خلال تصميم الممبرز راح نرجع لها في كل مره. مثال، شوفوا الان هسه ايضا شابتر الخاص هذا 9 مالت البيم، شوفوا الان هذه الفقره تحطوها، نحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله بالمحاضرات القادمه، اللي احنا شو وقت البيم يشتغل بيم وشو وقت المنبر يشتغل كولوم، يا
يعني هو منبر ممكن يكون بيم ممكن يكون كولوم. طبعا هذا يعتمد على قيمة الأكسيال فورس. إذا كانت أقل أو من 0.1 F prime CA gross فإحنا رح نعتبره كأنه هذا بيم. إذا كانت أكبر رح نعتبره كولوم. إذا أكسيال فورس أرى طبعا أحكي عليها هندسيا بالتفصيل صدر لاحقا. لكن سمين نقول عن phi meet MN اللي هو ultimate moment strength or bending strength of a beam section. منين أحسبه؟ منين أجيبه؟ أجيبه من chapter 22 فقرة 22-3. هذا chapter بالtool box chapter خاص لحساب section strength. إذا اشتغل كولوم زين أروح إذن أكو هاي الفقرات من هنا بعد كود سميها hyperlink اللي هي تترابط فيما بينها. والحقيقة يعني بقى يمكن عندنا الستايل مالت الكود هو التغيير الأخير اللي أحب أتكلم عنه. نعم دني أخير صورتين. أيضا من التغييرات المهمة صارت بكود 2014 هي الستايل. شوف هاي الفقرة أنا ما أحكي هنا فقرة بها كوما حكي وكذا. هذه الفقرة صارت بهذا الشكل. بالكود القديم كانت بهذا الشكل ثم تحولت إلى هذه الفقرة بالكود الجديد. حاول الكود أن يستعمل التابلز بشكل رئيسي بدل ما يشرح كوما الشرح والتكست حولها إلى تابل. طبعا أكيد هذا مفضل بالنسبة للمصمم والطالب وكذا. إحنا الآن عبرنا دقيقتين عن النصف ساعة فخليني أشوف إذا أكو أيادي مرفوعة للأسئلة وإذا أكو أشياء بالشات بوكس حول الكلام اللي أني ذكرته. نعم يبدو لي أنا أسأل حد الآن ماكو إيد. إذن خلينا نشوف الشات بوكس إذا أكو أسئلة. شات بوكس أيضا ما بي أسئلة. نعم جيد إجانا سؤال من مهندس حسنين. نعم تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو دكتور شنو الاختلاف بين كود 2019 والكود 2014؟ نعم جيد. يعني طبعا أنا ليش أحب الأسئلة بصراحة وأتمنى أن أشجعكم أن تسألون عن أي شيء يجي في بالكم. لأن الأسئلة تخليني أقول الأشياء اللي نسيت أقولها. وفعلا يعني أنا كنت مقرر يعني محضر أنه راح أتكلم عن كود 2014 وبعدين راح أختم بتعليق كود 2019 فرق عن 2014. فشكرا لك سعد حسنين أنه ذكرتني بهاي المسألة. كود 2019 شوف إحنا شوفوا يمكن غيرنا عفوا يمكن تكلمنا عن كل التغييرات بالكود من 2014 شفناها كل تغييرات تنظيميه شكل الكود تنظيم الفصول ما اعرف الجداول الى اخره بس ما تكلمنا عن انه التغييرات التقنيه او التكنيكال تشينجز. يعني هذه كلها هي اسمها اورجانيزيشنال تشينجز يعني تغييرات تنظيميه مو تغييرات تقنيه. بصراحه يبدو انهم تعمدوا هذا يعني هذا التغيير صار كلش كبير يحتاج فتره وعم تعرفون يتغير الكود لازم يتعود عليه المصمم يتعود عليه باقي أطراف المهندسين يتعود عليه الطالب والأستاذ اللي صار يدرس بالدرس كونكريت ديزاين. يعني مثل أنا أمثالي درسون كونكريت ديزاين للطلاب لازم أيضا يتعلم على طريقة تنظيمه. لذلك أجلوا التغيير technical changes علما للكود مال 2019. لذلك أقدر أقول الأكبر تغيير في كود 2019 هو التغييرات التقنية اللي أوجزها طبعاً أنا راح أتكلم عنها بالتفصيل طبعاً خلال كل فقرة راح نتعرض لها راح أقول شنو الفرق بين هذا الكود شو تغير وكذا. طبعاً بالأشياء استعرضها أكيد لأنه مثل ما تعرفون يعني هي مو دورة خاصة يعني للكود الجديد حتى نقول إحنا ممكن إنه نجي نزم الكود الجديد كله ونحكي عن تغييراته. راح نتكلم عن الأشياء اللي إحنا احتاجيناها. فاللي تغير بشكل رئيسي في كود 2019 هو الشير ديزاين صار بيه تغيير وهذا احنا راح نتكلم عن الشير ديزاين. الاي افكتيف يعني وحساب الديفليكشن اللي هو الافكتيف مومنت اوف انيرشيا لحساب الديفليكشن هذا ايضا صار بيه تغيير واحنا راح نجي نحكي عن حساب الديفليكشن راح نتكلم عن هذا التغيير. والتغيير الاخر الكبير هو في الزلازل وفصول الزلازل وموضوع الزلازل. طبعا احنا راح نتعلم شلون نحسب اللود مال الزلازل ولكن كأنظمة انشائية لمقاومة الزلازل للأسف هذه يعني طبعا هي وحدها ممكن تكون دورة كبيرة فهذا ايضا واحد من التغييرات الكبيرة. طبعا هاي التغييرات الرئيسية حسب معلوماتي ولكن طبعا اكو تغييرات كثيرة. شكرا استاذ حسنين. نسمع سؤال من مهندس علي حسين.
العفو دكتور، انا شايف اكو كود يكتبون عليه 319 او هاند بوك، هذا هم يختلف عن هذا الكود لو ذاك الكود يعني ثاني مثلا رقم 319. اي انا شايف كتاب مو 318، ما مر عليك كيف؟ لا يعني خلي بين لكم شوي ايضا في المعلومات ممكن تفيدكم، اسمحوا لي افتح ال واكو هاند بوك يعني هاند بوك. نعم اكو هاند بوك، هذا واحد الهاند بوك هذا حتكلم عنه، واحد راح يكون من مصادرنا هو الهاند بوك، بس خلوني اشوف شلون احرك هاي المصدر حتى اقدر. اوكي جيد، خليني هنا هذه نقطه مهمه اشرت لها استاذ علي، اللي هي الان لو اسمع عن كوميتي شلون اعرف انه هاي الكوميتي موجوده مثلا او ما موجوده؟ راح ادخل على الموقع مال اي سي اي الان يحمل حتى اراويكم الان احنا شلون نعرف مثلا مثل ما سال سعد انا سعد حسنين انه اكو اي سي اي 319 لو ماكو. هذه يعني ان شاء الله فتحت عندكم الشاشه واضحه عندكم، وهذا راندل بوستن هاي صورته اللي هو رئيس كان هاي الكوميتي وكان رئيس الكود بالعام السابق. فتروحون الى publications ثم تروحون الى اي سي اي كولكشن اونلاين، هنا راح تشوفون هذا الان شريط هنا جوزي تفوتون بي اللي هو البحث الاونلاين، ثم هنا ممكن تبحث من خلال رقم الكوميتي او من خلال الكيورد عندك او شيء، بس اكو طريقه اسهل يعني افضلها انه هذه تفتح هذا اللينك او مثل ما نقول كليك هنا على هذا الرابط تجيك لني كل الكوميتيز، لني كل الكوميتيز الان راح اطالع بالارقام كل الكوميتيز موجودة. خلينا نشوف اكو رقم 319 لو ماكو 311 14 15 19 ماكو طبعا و 18 سوا واحد راح يقول هم ماكو. الجواب الاي سي اي عندهم الحقيقة يعني اكثر من كود، عندهم اعتقد 3 أو 4 كودات الان، هذني هم حاجبيها من القائمة. طبعا انا هسه كممبر بالاي سي اي اقدر ادخل ذني راسا مباشر يعني فري بالنسبه لي، كذلك الطلاب بالنسبه ايضا ممكن اذا يعرفون نفسهم بالاي سي اي ياخذون عضويه لك يعني بالاي سي اي ممكن يدخلون فري الى اي كوميتي ما عدا الكودات. الكودات اللي هي راح اعددها خل اعرفكم عليها الاي سي اي 318 هذا بدنا نحكي عليه الان، اكو اي سي اي 350 اللي هو كود خاص بتصميم المنشات اللي معرضه الى اجواء قاسيه مثل الأحواض، مثل محطات المعالجة مع المجاري، مثل الأنابيب الكونكريتية إلى آخره. هذا ويسموه environmental concrete يعني الكونكريت البيئي المعرض إلى أجواء قاسية. هذا الكود الثاني. الكود الثالث هو ACI 530 530، هذا خاص بتصميم المنشآت اللي من الطابور. وعندنا أخيراً ACI جديد هذا بدأ 2013 اللي هو خاص بالريبير تصليح الكونكريت ACI 562. الحقيقة أنا قبل ما تنتهي الدقائق المخصصة للأسئلة، شكراً أستاذ علي على السؤال، خليني أشوف الشات بوكس إذا بي أسئلة. نعم أستاذ علي الحسناوي يقول طبعاً بالمناسبة مو بس أسئلة يعني، جيد أستاذ علي ذكرني إنه كومنت، إذا واحد عنده كومنت تعليق يعني يريد يعلق في التعليق أو معلومة من عنده لا بأس. يقول واحدة من التغييرات هو تغيير قيمة الفاكتر، نعم هناك تغييرات بالفاكتر لود، ها أحمال حية والأحمال ميتة رح نحكي عليها بالتفصيل. هذا التغيير سأل علي صار سنة 2002 يعني تغيير فاكتورات فاكتور اوف سيفتي مالت اللود صار سنة 2002 أيضا كان طفرة الكود ومستمر إلى حد 2019. نعم إذا عندي ممكن بقى فدتشي نص دقيقة بالنسبة إذا أكو بعد فد ملاحظة أو سؤال. ها أستاذ زيد، نعم لا شفت إيد مرفوعة أستاذ زيد تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ زيد. دكتور بس سؤال بالنسبه للاي سي اي بالعراق، هل هو معمل على يعمل يعني قصدي انه على الشيء متطابق للعراق ولا دي يشتغل انه هو بس ماخذ الممبرشيب مال امريكا ودي يشتغل بما موجود هنا؟ سؤالك عن الاي سي اي تشابتر بالضبط عراق تشابتر. يس الحقيقه شكرا لهذا السؤال استاذ زيد، لانه في حقاني يعني هم كنت ناوي اقدم مقدمه للاي سي اي تشابتر. الحقيقه العراق تشابتر تاسست 2013، يعني انا مع مجموعه من الاساتذه منهم استاذي دكتور رياض المهيدي مجموعه من الزملاء كتبنا عريضه الحقيقه وقعنا عليها ان احنا نريد نفتح فرع في العراق. ماذا يعني فرع في العراق؟
وفرع في العراق أو في أي دولة كانت طبعاً، وحتى عندهم في كل ولاية أمريكية أكو هناك أيضاً فرع أو أكثر فرع، يعني النشاطات وليس يعني اشتراطات الكود. يعني هو ليس فصل في الكود حتى احنا كنا نتصور هيك شيء انه خاص مثلا لاجواء العراق او يتنفذ بالعراق وكذا، لا، فرع للمنظمه لنشاطات تخص الكونكريت، وخصوصا يعني اللي تنطبق عليه مواصفات الاي سي اي. لذلك نشوف احنا الفرع مال العراق، واللي انا طبعا المدير التنفيذي مال الفرع من سنه 2013 الى هذه اللحظه، مثلا نسوي سيمينارات، نسوي مسابقات المشاريع التخرج، نسوي مثلا دورات تدريبيه، نسوي ايضا الجامعه التكنولوجيه عندهم نشاط مهم يسوون سيرتيفيكيت بروجرام، انه واحد مثلا يشتغل فحص الكونكريت يجي ياخذ شهاده من الاي سي اي، يسوي له امتحان، طبعا تجي الاسئله من الاي سي اي نفسهم في ميشيغان، وايضا الاوراق مال المشتركين في هذا البرنامج تروح الى ايضا ميشيغان وتصحح الاجوبه مالتهم، وطبعا بي ايضا اختبار عملي في الجامعه التكنولوجيه، هذا يعطي سيرتيفيكيت في الفحوصات مال الخرسانه. هذا هو المن يفيد الناس اللي يعملون في الخرسانه، يعني مثلا يشتغلون مثلا في فحص الخرسانه في مختبرات، او يشتغلون مثلا مع مقاولين في التنفيذ الى اخره في الصبر. اي نعم اي سال عمار تبعد تعرف هذه القضيه، فاكيد بالشات بوكس كتبت زين. الان انا خلي اتوقف بالاسئله، انطيكم بعد ان شاء الله فرصه بعد نصف ساعه ثانيه راح نكمل كلامنا. إذن احنا نستمر الحقيقة في المحاضرة مالتنا الأولى. أستاذ أثير، يعني بدون زحمة عليك حتى نبقى ضمن البرمجة عن نصف ساعة الثانية، أنا إن شاء الله أسمع السؤال مالتك بشكل مباشر بدون زحمة، ثبت على الورقة يمك وإن شاء الله أنا أسمعه وأجاوبه بالتفصيل. زين، احنا أيضا حتى تكلمنا في هذا الاستعراض الأول عن الكود اللي هو 2014، تركنا الكلام التفصيلي عن كود 2019 إلى ما سيأتي الحقيقة في من تفاصيل الدورة، لأن مثل ما نعرف التغييرات راح نشوفها. خنفوت على الفولدر مالت الكودز ونشوف. أنا الآن محضر لكم طبعا كل الأشياء اللي راح أراويكم إياها الآن، هي راح أدزها لأستاذ أحمد على التليجرام وراح تجيكم. ففولدر الكودز الآن طبعا أنا يعني ما خليت كل شيء رأسا حتى لا تصير الحقيقة عليكم عملية متعبة، كل شيء نحتاجه يعني خلال المحاضرات راح اخليه تباعا، وبعدين ان شاء الله تشوفون الفولدرات تنملي بالمصادر والكودات. الان يعني نحتاج احنا 3 كودز في الفولدر الخاص بالكودز، اللي هو هذا كود 2019 اللي راح نتكلم عنه، طبعا راح نتكلم عن سوفت كوبي من راح نحكي بالتفاصيل، وعندنا ايضا الكود الخاص بحساب الاحمال اللي هو هذا الكود الامريكي الخاص بحساب اللودز، وعندنا ايضا الكود العراقي اللي هو هذا الخاص بحساب الاحمال اللي ايضا يعني تم مصادقته واصبح رسمي، وطبعا اكو كود لحساب احمال الزلازل انا ما خليته مثل ما قلت تباعا، يعني حقيقه ستيب باي ستيب راح اخليكم ان شاء الله المعلومات في الفولدر حتى لا تصير عليكم العمليه متعبه في تحميل ملفات وغيرها. زين، اذا هذه الحقيقه هي الكودات اللي راح نستعملها الى هذه اللحظه، ونبدي طبعا هو المصدر الرئيسي مالتنا وكلامنا عليه كله هو هذا الاي سي اي 318، ومثل ما تشوفون الان الفصول. طبعا هذا التنظيم اللي انا قلته بالكود مال 2014 ولا زال نفس التنظيم، يعني لم يحدث شيء في التنظيم. زين، خلينا نشوف الان، خلينا ندخل بالتفصيل ونشوف الان الكود. اول تغيير الان كنا راح نشوفه هو انه هاي النسخه سيمتريك بس ما مكتوب اي سي اي 318 ام، عشان يكتبون ام على النسخه. اسمحوا لي افتح الكود بطريقه اخرى حتى اقدر اكتب عليه ملاحظات تفيدكم. نعم، الآن شوفون أول تغيير يمكن ظاهر أمامكم هو هذا التغيير. وهو أنه حتى تبين وحدات الكود صار أنه ينكتب فوق بهالشكل. طبعا بالمناسبة تغيير آخر أيضا احنا خلينا نفوت به بطريقنا هو أنه صار ملون الكود. يعني صح واحد راح يقول كان بي ألوان، لا كان بي لونين فقط، أحمر وأسود. أسود هي الكلمات اللي ما بيها هايبرلينك، والأحمر هو الكلمات اللي بيها هايبرلينك. الآن
أصبح ملون، وراح نشوف الآن بأشكال ملونة ورسومات ملونة إلى آخره. هاي اللي شفناه SI unit كان سابقا ماكو، كان ينكتب هنا حرف M ACI 318M. طبعا يعني يبدو لي السبب بتحليل الشخصي أنه هذا كان يسوي إرباك. ليش؟ لأنه عندنا أكو ACI 318S اللي هو باللغة الأسبانية Spanish، فالحرف هو يدل على اللغة، وأكو أعتقد باللغة الكورية والصينية أيضا، فأيضا أحرف أخرى مثل KC اللي يتبين على اللغات. والآن هناك حق مشروع يعني يقوم بالـ ACI لأن يكون الحرف A المعنى أنه يصدر باللغة العربية، كود باللغة العربية صادر عن الـ ACI بشكل رسمي. وطبعا هذا يعني حقا يعني هم صار كلام ب يعني هنا أساتذة العراقيين بعضهم مثلا قالوا انه ينفهم بالانجليزي احسن. نعم وهذا صحيح، يمكن بعض المصطلحات راح تكون صعبه خصوصا البلدان العربيه تستعمل اصطلاحات مختلفه، ولكن انا برايي ضروري الاي سي اي يصدرون نسخه عربيه لسبب مهم، وهو ان هناك ترجمات كثيره للكود، ومن يضمن ان هذه الترجمات صحيحه؟ حقا هذا ايضا رايي كتبته الى الاي سي اي، وايضا في احدى الورش والاجتماعات اللي حضرتها هناك ذكرت لهم عن هذا الموضوع. فهم ايضا الان حريصين على ان يصدر كود قريب اللي هو بحرف اي اللي هو يعني انه باللغه العربيه. زين هذا الان خلينا نقول التغيير الاول الملموس اللي نشوفه. شو نعرف انه هذا الكود 2019 تغير عن 2014 بالفقرات او ما تغير؟ الجواب خليني شوية أمشي بالكود مثلاً وأراويكم. طبعاً تعرفون إنه الكود هو بعمودياً، عمود يمثل ال provisions اللي هو مثل ما قلنا يعني الاشتراطات. يعني هذا العمود الآن، هذا العمود هو الاشتراطات. العمود اللي بصفه هو يمثل الكومنتري أو التعليقات على الاشتراطات. يعني على سبيل الافتراض هذا هنا هسه مثلا 1-4-2 و1-4-3، هذه 1-4-3 اللي تشوفوها هسه، هذه الفقرة 1-4-3 هذا الاشتراط، بينما بصفها اكو كتابة اخرى، هذا فت فقرة، هذا تمثل عفوا لا بعد تنزلي جوا، هذه كلها هو كومنتري على هذا الاشتراط، تعليق كومنتري. طبعا بالمناسبه هذا الكلام يعني دمجهم البروفيجنز والكومنتري في كتاب واحد او في مثل ما تشوفونه ملف واحد، هذا صار ترى سنه 1989 في الاي سي اي 318 الصادر سنه 1989، بينما قبله يعني في سنوات طبعا الكود اللي قبل 89 كان 83 اللي درست عليه، هذا كان كود صغير من درسنا عليه احنا طلاب، كان فقط الاشتراطات. يعني العمودين كان هنا اشتراطات، ماكو كومنتري كتاب ثاني تروح تشتري لازم، يختلف عن الكتاب مالت الكود. اذا كان اكو كود وكومنتري. بعدين 89 ارتأوا انه للسهوله يعني يدمجون بين الاثنين. زين حتى هذه الكلام يعني نختم به، خلينا نقول معلومات اخرى جزء تعرفوها وجزء ما تعرفوها، انه هذه مثلا الكومنتري شنو يعني كومنتري؟ في الكومنتري يعني ممكن احنا خلينا نقول هذا الاشتراط مثل قانون، والكومنتري هو مثل حيثيات القانون، يعني اشياء متعلقه مثلا اسباب هذا الاشتراط، مثلا مصادر مثل ما تشوفون السهنانه هذه باللون الاحمر، هذه مصادر او ستاندردز اخرى او اي سي اي كوميتيز اخرى اللي هي يعني حقا لها علاقه بمن بهذا الاشتراط. انا ما داخل بالتفصيل شنو المكتوب هنا حتى أقول لكم إنه شنو علاقته بالكومنتري، هذا من راح أدخل بالتفاصيل إن شاء الله مال التصميم، راح نجي نقرأ الكود اشتراط نقرأ الكومنتري ونأخذ معلومات منه. زين بعد الآن ما دام ظهر هاي الصفحة عندنا، هاي الصفحة اللي أمامكم الآن، كيف أعرف إنه هذه أكو اختلاف بين كود 2019 و 2014 لو ماكو؟ الجواب يعتمد على، خلوني أول شيء أوخر هذه الأشياء حتى الصفحة تكون صافية أمامكم، يعتمد على هذا الخط، هذا الهامش، خط أسود مثل ما تشوفون هنا، هذا الخط معناها أن هذا الاشتراط المرقم 1-4-2
يختلف باختلاف بتغيير عن الفقرة 142 في الكود القديم. طبعا أقصد الكود القديم الآن 2014. لذلك وضع خط أسود. وبعد وحتى الكومنتري مالته همتين بتغيير. يعني التغيير مو بس بالاشتراط. التغيير أيضا بالكومنتري بالبروفيجن وبالكومنتري. طبعا بالمناسبة ممكن نشوف تغيير فقط بالكومنتري. ممكن نشوف تغيير فقط بالبروفيجن. يعني هذا لا يعني إنه الاثنين لازم يتغيرون. هسه الآن سؤال يعني ما هو التغيير؟ الجواب أي تغيير كان يدخل خط أسود. يعني خل أقول هيك بهالشكل، يعني لو كان مثلا إز صارت آر بهالبساطة هاي يدخل خط ما دامك اختلاف، إلا نصا ما بي أي اختلاف. هسه 1-4-3 يبدو هاي السطرين نفسها عينا موجودة في ACI 318 الصادر سنة 2014. واضحة الفكرة؟ إذن هكذا نعرف أنه أين هي التغييرات. وهذا مهم جدا أنه إحنا نجي حتى نعرف وين التغييرات رح نجي ندور الخط الأسود. أو بعبارة أخرى إحنا الآن بالدورة هذه ما رح نتعلم ونستعمل هذا الكود 2019 مو دائما رح نقول أكو تغييرات. شو كنت رح نقول؟ رح نقول عندما نشوف هذا الخط الأسود أو هذا الهامش باللون الأسود اللي يوضع يم الفقرة أو يم الكومنتري معناته. هذا بالنسبة إلى إذا أكو هناك تغيير أو هناك تغيير في الكود. زين. الآن خلينا نرجع إلى الكود ونشوف الآن الشيء اللي إحنا ذكرناه من ترتيب الفصول أين موجود. إحنا قلنا أول شيء جنرال. إذن chapter 1 هو جنرال. يعني شنو جنرال الحقيقة؟ شو يشمل جنرال خلينا نقول بالكود؟ شو يريد يقول الكود بالجنرال؟ معلومات عامة مثلاً تحتاجها أنت في كل الكود. مثلاً أول شيء طبعاً هذا كل الفصول دائماً سكوب يعني شيء يغطي هذا الفصل. فجنرال إذن راح يغطي هاي الأشياء بصراحة. الكود فقراته تنظيمه وين ينطبق عليه من ينطبق كذا إلى آخره. يمكن أنا شفت حق بعض الأشياء يعني أحب أشير يعني كلها معلومات عامة وجد تعرفوها حاول نعرفها من أيام الدراسة. يعني مثلا هسه هنا الرمز مالت الكود أنا حكيته قبل شوية إنه مثلا قبل كان هنا هذا مثل ما تشوفون كان يخلون حرف M للأس أي يونت زين وبالإسبانيش يخلون حرف S وإسبانيش مثلا أمريكان حرف H. لذلك هسه مثل ما راويتكم انشال هذا الحروف كلها انشالت فقط بس للغة تعني فقط للغة. هذا مثلا تغيير. هذا وين يشير له؟ خم يشير له بالفصول الخاصة بالكود رح يجي هنا يشير له مثل ما تشوفون بالفقرة العامة. زين الغرض من الكود وين ينطبق الشيء القانوني الاشتراطات إلى آخره. يمكن أنا شفت في الشيء الحقيقة اللي هو أيضا أنتوا تعرفوه يمكن أكثركم بالدراسة إنه لغة الكود شلون مكتوب الكود بأي لغة ماذا تعني مثلا بعض الأفعال وبعض الكلمات. شفت هيجت أيضا هذه نشير إلها يعني لأنه ضروري تكون معروفة عندكم. هذه صح ندرسناها بالكلية وندرسها للطلاب بس هي أين موجودة بالكود؟ هذه في chapter 1. شوفون الآن الترمز الآن شال إلزام. يعني من يقول بالكود شال يعني مثلاً the beam shall be more than ذات إلى آخره. إذا إن شاء الله معناها إلزام شيء ملزم. زين بعض الاشتراطات الحقيقة يقول إن of this code هم أيضا ملزمة مو يعني مو لازم موجودة شال حتى يكون ملزمة. مرات أكو يعني اشتراطات أخرى مكتوبة بس ما بيها شال الحقيقة. زين حتى ما تستعمل should مثلاً مرات في بعض تعرفون يعني باللغة الإنجليزية مكتوب يعني صيغ معينة. زين الفعل المضارع طبعا يعني المضارع والمستقبل. ليش هذا الكود صح هو سنة 2019 صدر بس هذا رح يبقى شغال يعني اتصور الكود الجاي بعد 6 سنوات سنة 2025 يعني اعتقد هيك شيء بصراحة غير متأكد يعني ان منا الى 6 سنوات هي اللي مكتوب بالفعل المضارع يشمل او يعني هو valid شغال مثل ما نقول باللغة العربية الى 6 سنوات اخرى. الفقرات اللي بيها and or أيضا هذه مهم أن يشير إلها. and يعني معناها هذه الشروط كلها يجب أن تجتمع يلا يتحقق provision هذا الاشتراط.
or يعني واحدة من عندها من هذه المتطلبات أو هذه الشروط وجودها فقط واحد من عندها هو يكفي لتحقق الاشتراط، أو ممكن واحد يختار واحد من عندها حتى يحقق. والأمثلة على ذلك طبعا كثيرة، مثلا بالبوند مع الحديد، بوند بين الكونكريت والحديد، يعني مثلا يعني من نحسب المعادلة مع البوند مثلا احنا نقول لازم السبيسينج مثلا بين ستيربس اكو والكفر، اذا مثلا واحدة من ذن تحققت هو كافي انه تكون المعادلة مع البوند مثلا بالشكل التالي الى اخره. والامثلة على ذلك كثيرة راح احنا نمر عليها تباعا. هذا شوفوا ايضا مكتوب في شابتر 1 يعني اللي هي لغة الكتابة مالت الكود كيف تكون، ودور المقيم او دور مثل ما نقول building official. انا ذكرت هسه قبل قليل انه الشخص اللي هو licensed يعني عنده اجازة او رخصة اللي هو داخل قرار، فلازم يكون هنا ايضا يعرف هذا licensed design professional LDP اللي هو راح يكون له دور كثير في الكود. نشوفون هاي الأشياء اللي أنا خط معناها هذه مضافة عن الكود القديم. وبصراحة الوقت أيضا يضيق عن أنه أنا يعني أفتح لكم الكود القديم وأقارن فقرة مع فقرة، يعني أنا أصور القضية تحتاج وقت طويل وما أريد أدخل بها لأنه شو أريد أتكلم عن السيستمز عندنا بعد يعني في نصف الساعة الأخيرة. نعم، إذن هذا هو chapter 1 general. chapter 2 بالكود هو الرموز، الرموز والمصطلحات. طبعا المجموعة كلها في chapter، لأنه بالكود الحقيقة هي مرات يذكرها الكود في مكان يعني ورودها، ولكن من ترد مرة ثانية مثلا في فصل آخر في مكان آخر ما يعرفها من جديد. فأنت ممكن تجي يعني تدخل للكود مثلا من النصف أو في فصل معين وهي واردة في فقرات قبل بهذا الفصل، فشون تجدها؟ تجدها بهذا الشابتر، شابتر 2 خاص بالرموز. طبعا بي أيضا ترمينولوجي اللي هي المصطلحات اللي يعني أتصور يعني خلينا نشوفها هسا. كلمات شنو معناها بالكود؟ يعني مثل drop panel capital إلى آخره، مصطلحات كثيرة يستعملها الكود. خليني شوية أنت أسرع صفح. هذه كلها الرموز، طبعا الرموز اللي باللغة الإنجليزية أول بالحروف الإنجليزية أقصد، بعدين بالحروف اللاتينية ينتقل، ومن ثم يجي هنا إلى term terminology هذه الاصطلاحات. يعني خلي شوي أيضا نزوم ونشوف الاصطلاحات terminology يعني حسب الأحرف الأبجدية. تشوفون أيضا وياها رسومات ومثل ما قلت رسومات ملونة، يعني مثلا أنكر adhesive مواد اللاصقة للأنكر شنو تعني؟ يشرحها وتشير إلى مكان ورودها مثلا في أي chapter. وهكذا طبعا مصطلحات أخرى مثلا reinforced concrete مصطلح سهل، بس خلينا نشوف مثلا steel fiber reinforced concrete شنو معناه عندما يرد بالكود، وهذا معناه مثل ما تشوفون. وهكذا هذه كلها هي مصطلحات أو في chapter 2 اللي هو خاص بالرموز والمصطلحات. خلينا أيضا نمشي إلى الأمام، نجي إلى chapter 3 عفوا عبرنا chapter 3 اللي هو ما نقدر نقول المصادر. chapter 3 هو reference standards، يختلف عن المصادر. شنو الفرق بين references و reference standards؟ standards يعني المواصفات الأخرى اللي هي ملحقة بهذا الكود. احنا قلنا هو الكود الآن هو كتاب مع المواصفات، لكن المواصفات مع التصميم بس يحتاج مثلا خلينا نقول مواصفات أخرى مثل مواصفات مع فحوصات material. مثال يعني أنا الآن مثلاً الكود يقول لي يعلمني شلون أختار مثلاً مقاومة انضغاط للكونكريت، بس مو من شأنه ولا اختصاصه إنه يقول لي شلون أفحص هاي مقاومة الانضغاط، شلون ألقاها مثلاً. صح هو يقول لي بالسامبلينج شلون أختار كم نموذج الأفريج كذا إلى آخره، الخبطة شكبرها كم نموذج أخذ من عند هذه، يعطيني هاي المعلومات، ولكن يترك الحقيقة الخوض في طريقة إجراء الفحص. بس لازم يشير إلى طريقة إجراء فحص، فيشير مثلا إلى ISTMC نمبر كذا إلى آخره. أو مثل ما شفنا هسه مثلا أكو ACI committees أخرى مرتبطة أيضا بهذا الكود. يعني على سبيل المثال مثلا هسه نجي في مثلا هنا الـ ACI 355.4، هذا مثلا إلى علاقة بالمواد اللاصقة وشون نفحص المواد اللاصقة ونجد الأنكرز
قوة الأنكرز مالتها اللي بترتبط بالكونكريت إلى آخره. وهكذا من يعني ستاندردز أخرى كرفرنس لهذا الكود. هنا جامعها وخالها في شابتر في المقدمة يجوز لأنها هي مصادر أو ستاندردز الحقيقة، فهو خلاها بهذا الشكل. زين، هذا شابتر 3. طبعا هاي يعني مصمم الان هسه من راح يجي، وكانه احنا مثل ما قلنا هو كتاب موجه الان للمصممين، فراح يجي المصمم وتدرج تعرف على الكود ومثل ما حسنا نسوي تعرف على الرموز المصادر كذا الاشياء بالبدايه، ولكن الان يريد يباشر بالتصميم. نقدر نقول اول فصل راح يواجهه او يحتاجه وهو اختيار السيستم. كيف راح نجي نختار السيستم في البناية مالتنا؟ زين، طبعا سيستمز مختلفة، وهنا مثل ما تشوفون ايضا راح يتكلم الكود بهذا الشابتر، شابتر صغير لكن بحقيقة معلومات كثيرة هي مهمة لازم واحد يعرفها قبل اختيار السيستم. خليني اقول واحد قبل ما يختار السيستم لازم يختار الماتيريال. ليش؟ لان كل ماتيريال هي لها سيستمز مختلفة. يعني هسه الان مثلا انا اريد ابني الان بيت من طابقين، من ابني بيت من طابقين انا ممكن حقيقه استعمل طابوق، ممكن استعمل مثلا كونكريت، ممكن استعمل حديد. انا وين دا اتكلم عن انا ابني بيت من طابقين في العراق. الان مثلا اريد اتكلم عن بيت مبني من طابقين في مثلا ميشيغان في مقر الاي سي اي. هنا راح يجيني مثلا خيار اخر وهو ابني من الخشب او مثلا الالومنيوم. اذا اختيار الماتيريال الحقيقه هو يسبق دائما اختيار السيستم. ومثل ما شفتوا الان اختيار الماتيريال، من ذكرت مثالين الان مثلا العراق والولايات المتحده الامريكيه، اذا البيئه اختلاف اول بارامتر مهم هو بيئه العمل او بيئه التشييد. يعني انا اجي مثلا في امريكا يمكن راح اختار الخشب. ليش؟ لانه راح اشوف البيوت كلها مبنيه من الخشب. طبعا هاي يعني ما تكلمت عن القوانين، ومثلا كلها قوانين انه هذا هو مخير الواحد ان يجي يبني باي ماتيريال او كذا. دائما اكو يعني ضوابط تخطيطيه في المناطق المختلفه. فاذا انا يعني ممكن اختار الخشب. ليش؟ لانه العماله متوفره، ايدي العامله الماهره خصوصا متوفره مثلا بشكل رخيص، الماده الانشائيه متوفره بشكل رخيص كذا. يمكن اجي العراق راح افكر مثلا يعني نمبر 1 هو الطابوق، ما افكر اسوي من الكونكريت وكذا. لهي الاسباب اللي ذكرتها توفر هاي الاشياء والجانب الاقتصادي. اذا بيئه التشييد تعني الحقيقه امرين، توفر مثل ما قلت المواد والعمل، وايضا في نفس الوقت ورخص المواد واجور العمل. اذا الجانب الاقتصادي ايضا راح يكون مهم جدا في اختيار الماده. زين، الآن هذا خليني أخذ مثال عن بناية بيت مثلا. الآن خلي أخذ المثال آخر هالمرة، أقول مثلا بناية 20 طابق أو 50 طابق، يعني متعدد طابق وبناية مثلا مرتفعة. طبعا الطابوق مثلا هنا أو الخشب مثلا في أمريكا، هذا راح بعد الماتيريال راح أنساه، لأنه ما أقدر أسوي يعني السيستم مالتي الإنشائي من ماتيريالز من هذا النوع، لازم أختار ماتيريال أخرى. أما مثلاً حديد أو الكونكريت، يمكن حتى نحصر الآن القضية بالحديد. فأنا أتكلم عن ستراكشر، يعني ما أتكلم عن البارتيشنز قواطع أو مواد التغليف كلادينج ما أعرف إيش، لا أتكلم عن هذه، أتكلم فقط عن ستراكشر اللي هو يبدو يعني يجب أن يتحمل الأثقال والأوزان، ويجب أن أصممه بشكل صحيح سيف. زين، فرضاً أنا اختار بعدين ذكرت الثاني بيئة التشييد، توفر المواد والعمل، والجانب الاقتصادي كلفة المواد وكلفة العمل. زين، رابع بارامتر الآن ضفناه في الكلام مالتنا هو عدد الطوابق. إذن عدد الطوابق أصبح بارامتر مهم أيضا في اختيار السيستم. طبعا من أقول ماتيريال يعني طبعا يعني السيستم يشمل أيضا اختيار الماتيريال. زين، لو فرضا الآن مثلا اخترت الكونكريت، نفس الكونكريت بأنواع من السيستمز، كما أن نفس هاي المواد الأخرى كل مادة بها أنواع من السيستمز. مثلا خلينا نجي نشوف، ندخل إلى الفولدر الخاص بالمصادر، حضرت لكم منحق بعض المصادر اللي بها أشكال ممكن تكون مفيدة
لمثلا انواع من السيستمز. مثل ما نشوف الان هسه هذا مصدر، هذا الان الشكل اللي امامنا، خلينا نقرب شويه نشوف الان هذا الشكل بأربعة سيستمز ومذكوره الحقيقه اسماء كانواع ليست فيها فقط، وهي طبعا اربع انواع من وان واي سلاب، هي كل هذا سيستم واحد اللي هو او نوع واحد اللي اسمه وان واي سلاب، بس اربع سيستمز انشائيه للوان واي سلاب مثل ما تشوفوها الان. ممكن يكون سوليد يعني لكن بوست تنشن والديمز، ممكن يكون ريبد، هذا بي ريبز مثل ما تشوفون، ممكن يكون بي باند بيم، اكو البيم العريض اسمه باند بيم زين، ممكن يكون بريكاست لو بي بيمز ولكن السلاب والمنفصل عن البيم بالشكل هولوكور، شائع كثيرا الان هذا الاسلوب الحقيقه في التنفيذ، يعني بدا الان حتى بالعراق يدخل في المشاريع الاسكان وغيرها زين. هذه الان سيستمز مختلفه من الكونكريت، واكو طبعا بعد رسومات اخرى في هذا المصدر عن سيستمز اخرى مثل فلات سلاب، تو واي سلاب، وافل سلاب، ايضا هذا بدا ينتشر. يمكن احنا هسه في بالنا فقط يمكن يجي هذا الشكل اللي هو السلاب بيم سيستم التقليدي اللي هو سلاب اوم بيم، وطبعا يعني راح نتعامل فقط يمكن مع هذا السيستم حتى نتعلم التصميم مثل ما نحقق اهداف الدوره، والا طبعا باقي السيستمز يمكن كل واحد ممكن يكون عليه ايضا دوره اخرى او مثلا محاضره مستقله مثل ما نقول على كل سيستم شلون راح نتعامل وياه. اوكي، اذا هذا مثل ما نشوف الان يعني سيستم مثل ما ذكرت كخلاصة، إن احنا اختارينا اول شيء الماتيريال ثم نجينا اختارينا السيستم الانشائي. لكن حقيقة شيء مهم ما تكلمنا عنه انه الكود الان شنو رأيه باختيار السيستم زين، وما الفرق بين هذه السيستم. يعني هسه لو جينا الان نتكلم عن يعني هسه هذين الاثنين، خليني الان كأنه راح اخير نفسي اما سلاب بيم سيستم او وافل سلاب، ايهما اختار؟ الوافل سلاب او تو واي، طبعا هذا اسم اخر تو واي ريبد سلاب، هو له اسم ثالث ايضا كان اي سي اي هو يستعمل هذا الاسم جويست كونستراكشن او جويست سلاب. فهل جويست اختار او سوليد سلاب؟ الحقيقه هنا راح يجي البارامتر يمكن يعني بالتعداد وصلت الى 5 أو 6 اللي هو بارامتر مهم جدا في اختيار السيستم من نوصل الى هذا التفصيل، وهو الفضاء يعني السبان. يعني السبان مثلا راح يكون مثلا خلينا نقول 6 امتار 7 امتار كذا، راح يكون مفضل عندي هذا السبان 10 امتار 12 متر راح يكون عندي هذا السبان زين. شو الفرق انه يعني السبان كيف ياثر ان اختار مثلا الوافل او يعني هل أو بمعنى اخر هل 12 متر او 10 امتار ممكن استعمل سلاب بيم سيستم؟ الجواب نعم، ممكن استعمل سلاب بيم سيستم ولكن ليس اقتصادي. إذن هنا أيضا عامل الكلفة الحقيقة، يعني الفضاء هو مرتبط بيمن بعامل الكلفة، فلذلك من يكون السبان كبير راح يكون الوفر سلاب أرخص، وهكذا بالنسبة لأخذ اختار مثلا سلاب without beam flat plate أو مثلا سلاب without beam بس أخذي للدروب بانل أو كذا يعني سيستمز الأخرى. فإذن هنا بالأخير راح نجي إلى عامل مهم راح يتحكم باختيار السيستم وهو الفضاء وهو الاسبان. مثل ما راح نشوف ان شاء الله هسه بالنصف ساعه الاخيره نشوف بعض المصادر حتى بها جداول ورسومات اللي تمكننا من الاختيار، لانه هسه واحد راح يجي يسال كلي انت شلون عرفت انه هسه مثلا سبان 10 امتار بين كولوم وكولوم انه الوافل سلاب هو ارخص من سلاب بيم سيستم. الجواب طبعا هو اذا ما اعرف ما عندي مصدر لازم اروح واصمم تصميم كامل للوافل سلاب وتصميم كامل تفصيلي لسلاب بيم سيستم، واروح احسب الكلف ومن ثم اقارن بين الكلف حتى اقول انه الوافل سلاب هو الارخص. طبعا هذا هيك الكلام معناها راح يكون عمليه جدا مضنيه، وواحد حقيقه يعني ما راح يقدر يدخل بالمشروع او يبدي يصمم او يبدي يقدم عطاء او كذا، لذلك لازم اكو فد مصادر او نوع من المصادر اللي تسمى رول اوف ثام. رول اوف ثام هذه يعني كلمه قد ما ادري سامعين بها او لا، رول اوف ثام تعني انه المصادر الخاصه للمساعده لاخذ القرار اللي تنطي معلومات اوليه عن الستركتشر. خل اكتبها هنا حتى هماتين ممكن واحد يدور بالنهايه تلقى كم مصادر اختصاص هي
rule of thumb. Rule of thumb. مثل ما أنا راح أطرق إن شاء الله بعضها من نصف ساعة والجزء الثالث من المحاضرة. هاني خليني أتوقف لهنا وأشوف إذا عندي يعني أيادي مرفوعة للأسئلة. ما عندي، إذا عندي فقط الشات بوكس في رسائل. عندي سعد أثير، نعم إحنا أجلنا سؤالك الآن، تفضل. تفضل سعد أثير. العفو دكتور، أنت ذكرت أكو كود خاص بالمنشآت ذات الهيكل اللي هي هيكل الطابوق اللي هو يمكن كود ACI 350، ما أدري إذا أنا مفتهم صح. 530. أوكي يا ريت صحح لي. عموما سؤالي هو بهاي الدورة راح نتطرق للأبنية البسيطة ذات البيرينج وول من مادة الطابوق لو لا؟ لا طب لا، لأنه هذا بصراحة يعني بي كلام كثير ومختلف تماماً، إنه أنت شلون تصمم الطابوق، أعمدة من طابوق، جدران من طابوق، لا ما يسع الوقت أبداً للأسف. يعني ماكو بيرينج والله طابوق دكتور بهاي الدورة؟ أبداً، لا لا، كل يعني كلام عن ستركتشر. احنا نتكلم عن الطابوق كقاطع، يعني هو كلود الطابوق بصراحة بدورتنا هو لود. لود راح نجي نخليه على المنشأ الكونكريتي، لكن حدواتنا بشكل عام سيستماتنا راح يكون، يعني ما أخفيكم سر، هو سلاب بيم سيستم تقليدي حتى احنا نفتهم الحقيقة الأساسيات مع التصميم. ومن ثم طبعا يعني ممكن حقيقة يعني إن شاء الله إذا تحبون دورات أخرى عن تصميم أبنية من طابوق أو تصميم سيستمز أخرى مثلا، حتى دورات صغيرة مكثفة، يعني إن شاء الله يسعى الوقت لها مستقبلا. لكن في هذه الدورة البرنامج راح تشوفوه كثيف جدا، وراح ندخل بالبيم والكولوم والفاونديشن وكذا، يعني ما يشمل هذا استاذ أثير. شكرا لك. شكرا. نعم مهندس هاشم، هاشم الطيار. نعم دكتور، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا بك، اهلا مرحبا دكتور. من خلال يعني العمل احتكاكنا بالمصممين، نعم، دائما يقولون المصممين العراقيين يرفعون الفاكتور اوف سيفتي، فهل هذا الشيء صحيح وموجود هو يعني ليش؟ بس احنا ولكن ما قاعد نحكي عن السيفتي، لكن راح اجاوبك شيء سريع، ويا ريت تسالني من اتكلم ان شاء الله عن الفاكتور اوف سيفتي بالكود والكودات والكذا يعني في ذلك الوقت. احنا نشوف السيفتي هذا الموجود في الكودات هو مينيمم، يعني مينيمم ريكوايرمنتس فور سيفتي، هذا بالضبط اسمه، بمعنى انه انت ممكن تخلي زايد، ولكن احنا لا ننسى شيء مهم، انه احنا اي شيء زياده راح يكون هو شنو زياده بالكلفه، وبالتالي معناها احنا الحقيقه المنشا مالتنا يعني ما راح يكون اقتصادي، او السيستم احنا قاعد نحكي بدنا نختار سيستم اللي هو اقتصادي. فيعني احنا يجب ان نخلي الامان اللي هو موجود بالكود، وممكن احنا احيانا نخلي شويه امان اكثر بظروف العمل، يعني مثلا احنا نقول يعني ممكن يعني اذا يجي واحد يقول والله انا اشوف هذا الكود يعني منفذين مال في امريكا يختلفوا عن المنفذين مثلا في العراق، في العراق، فلذلك انا شويه راح اخلي فاكتور اوف سيفتي اكثر. او مو هيك شيء، مثلا يقول انه انا والله ده هاي البنايه راح انفذها بنايه مال قطاع خاص ما عليها فحوصات. انا اسف انا اتكلم هذا يعني انه بنايات بلا فحوصات، لكن احنا نشوف اكو ابنيه 10 طوابق الان قاعد تنبني مال قطاع خاص بدون فحوصات، فماكو حتى لا فحص مكعب لا كذا، فاني اخاف فاخلي معامل امان. هذا ما نقدر نقول، هذا كلام منطقي، بس هنا شويه الصعوبه ايش قد راح يخلي معامل امان، وين يزود، وين كذا، وين راح يبالغ، قد يكون زياده بها ضرر، هذا راح نتكلم عنه ان شاء الله في التفاصيل القادمه. المهندسه رؤى، نعم تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا. دكتور عندي سؤال باختيار النظام الانشائي. اي كل الاحمال اتذكر بالشابتر 12 يعني كحمل زلزالي اكو اللي الشيء اللي يحكم هو السايد من زان كاتيجوري وارتفاع المبنى. تمام. هاي اكثر يعني فقط يعني اكثر شغلتين اختار من خلالها النظام الانشائي. هنا مثلا بهذا الكود اكو غير فاكتورات، وهاي الحاله راح يكون عندنا يعني اختيارين، كود الاحمال وكود يعني من هذا الكود 318. فبهاي الحاله منو اللي يكون افضل كاختيار؟ يعني شلون الشيء اللي يحكم او يعني صحيح ما اعرف اذا وصلت الفكره. اي لا فهمت السؤال، سؤال جيد. نعم. مهندسه رؤى، يعني احنا طبعا تكلمنا عن كل العوامل، ويعني اشكرك على هذا السؤال لانه اكو عامل نسيته انا وهو الانظمه المقاومه للزلازل، يعني لازم اضيف بارامتر جديد الان، يعني وهو انه من اكو زلازل هذا بعد ما بي خيار،
ما أقول ذاك الزلازل أو هذا طبعا أصبح هو النظام اللي يقاوم الزلازل أنا ملزم به. حراويكم إن شاء الله بنحكي على الأحمال مال الزلازل. هو الكود مال الزلازل يقول ممنوع أصلا تستعمل أكو تيبل حقيقة اللي هو مال الأنظمة الإنشائية يقول ممنوع. يعني هذا النظام الإنشائي غير مسموح في المنطقة الزلزالية. فأصلا مو بس عدم يعني إنه ينطي اختيار إنه أيضا يعطي منع لبعض الأنظمة. شكرا منصرؤة. نعم أتصور الآن الأسئلة المباشرة انتهت. خلي أنتقل إلى الشات بوكس وأشوف أيضا إذا أكو عندي ملاحظات أو أسئلة. نعم إن شاء الله إحنا إذا نقدر أي دورة نسويها. نعم أكو عن شو بعد أشوف حوار آخر ما بي أسئلة. إذا أكو أي ملاحظة نعم عن المواضيع اللي أطرحها ممكن بالأخير يعني أنا اللي أرجو منكم ده أشوف بعض الملاحظات. إحنا لا بأس طبعا إحنا أنا حتى قلت لكم بالشات بالجروب إنه البرنامج الدورة هو مرن يعني ممكن إحنا نحذف ممكن نغير ممكن كذا ما عندنا أي مشكلة بس أرجوكم هاي الأشياء نخليها إلى الأخير يعني حتى شنو نبقي هاي العشر دقائق بين يعني مثل استراحة الحوار بقيها للقضايا اللي أطرحها بالنصف ساعة يعني هاي النصف ساعة اللي قلتها إذا أكو أسئلة على هذه ف أوكي لكن إذا بعدين ماكو مشكلة إحنا نشوف زين نعم هسه هذه موضوع الطابوق حكينا به أحمال الرياح والزلازل طبعا إحنا يعني ضفناها طبعا المكائن أسس المكائن هذا موضوع منفصل عن الدورة ما نقدر نفوت به لكن الرياح والزلازل راح أعلمكم إن شاء الله شلون تدخلوا الرياح والزلازل بل أنا أطلب منكم خصوصا اللي يصممون حاضرين الآن في هذه الدورة إنه يدخلون أحمال الرياح والزلازل لكل المباني حتى لو ارتفاعها طوابق قليلة. نعم آسف يعني أسس المكائن يعني أعتذر هذا مو ضمن الموضوع هذا يعني بكلام هذا طويل. نعم يمكن نعم الحمد للميت هذا أخير السؤال من مرتضى اختيار نوع السقف مع اليوم. نعم سلح ما راح نحكي عن الأحمال بالتفصيل مرتضى خليني الآن يعني ما أدخل يعني الوقت أيضا أعتقد الاستراحة إحنا بدينا نعم أي أرجع الوقت المتبقي إن شاء الله ومن ثم أخلي لكم وقت بالنهاية لأسئلة عامة ممكن تكون أسئلة تنظيمية أيضا إحنا نوقف التسجيل حقيقة لأن التسجيل يريد فقط للأمور العلمية إن شاء الله يعني نسمح أيضا الأسئلة التنظيمية أو للمواضيع اللي تطرح بالدورة طريقة الإلقاء أنا مستعد أن أسمع أي ملاحظة بس إن شاء الله في النهاية. إذن خلينا نرجع نكمل على اختيار النظام الإنشائي وخلينا الآن نشوف الكود شو يتحدث في هذا الشابتر اللي هو أصلا هو شابتر مخصصة علما للأنظمة الإنشائية. شوف الآن الكود الحق عن الأنظمة الإنشائية شنو يتحدث. نعم إذا نشوف لحظة سريعة. نعم من على الطوابق نعم أنا حتكلم إن شاء الله أستاذ علاء عن الزلازل والرياح في وقتها لكن خليني الآن خلي نقاشنا ونتمحور يستمر حتى نستفيد أكثر كيف نختار السيستم. نزال هذا السؤال عندنا والآن الكود شيرد من عندنا حتى نختار السيستم. فهذا فصل خاص هو للسيستمز موجود بالكود واللي هو الحقيقة الهدف من عنده يشجعنا على شوف أول شيء يذكر الكود هو الماتيريال. يعني أول اختيار إنه إحنا رح نختار الماتيريال بس هنا الكود راح ضمن السيستم إنه من تختار الماتيريال صار اختارينا كونكريت أو رينفورس كونكريت يعني كونكريت وبيم تسليح ستيل. فمقاومة الانضغاط الآن منين راح نجي شلون نختارها يعني خلي هو البرنامج مع الكمبيوتر يختار مثلا أو روح نسأل المقاول مثلا اللي راح ينفذ لنا التصميم أو كذا. لا طبعا فصل خاص اللي هو chapter 19 يتكلم عن كيف نختار مقاومة الانضغاط. هذا إن شاء الله أيضا راح نجي وندخل بالجداول مالته اللي هو راح يضمن لنا الديورابوليتي مال الديزاين مالتنا. احنا نعم راح نصمم لكن تصميم احنا نريد ينجح فقط اول يوم او اول اسبوع او بالافتتاح. احنا نريد يبقى على قدر العمر التصميمي للمنشأ. كذلك حديد التسليح chapter 20 هو خاص بمواصفات حديد التسليح.
إذا اختيار السيستم يحتاج شنو؟ اختيار نوع الماتيريال. اختيار السيستم أيضا يعتمد على نوع اللود وشابتر خاص للنوع اللود مثل ما تشوفون شابتر 5. هذا أيضا مثل ما تفضلت الآن المهندسة رؤى أنهم الزلازل أيضا لها دخل كبير في اختيار نوع السيستم. نجي الآن السيستم مما يتكون. اختارينا الآن رينفورس كونكريت مثلا الماتيريال وقررنا ايش قد يعني الديورابيلتي مالته إلى آخره. الآن هذه عناصر السيستم، هذا يعني ماكو داعي ادخل تفاصيله، معروفه سلاب وبيم وكولوم وول الى اخره وفاونديشن. ولكن الشيء المهم الحقيقه انا اعرفه هنا الكود بهذا الشابتر اللي يدلني على هاي العناصر وين راح اجي اتعامل وياها في الشابترات الرايحه. هذا الان يتفضلت به المهندسه رؤى، هنا موجود انه سايزميك فورس ريزيستنج سيستمز، فهذا ايضا فقره خاصه اللي يعتمد على الفئه، فئة الزلزالية أو مثل ما تسمى seismic design category اللي هو فئة التصميم الزلزالي A, B, C, D, E, F. طبعاً A زلازل مهملة، B خفيفة وهكذا. فهنا أيضاً يعلق على السيستمز بس طبعاً تعليقات بسيطة جداً مثل ما تشوفون. يمكن أكبر قدر تغييرات بهذا الشابتر هي موجودة هنا بهاي الفقرات، لأنه مثل ما قلنا الزلازل صار بها فالتطور أو تغيير. و نجي ايضا الدايفرامز اللي هو السلاب اللي يكون افقي، هو راح يشتغل كدايفرام اذا اكو احمال خلينا نقول افقيه. وايضا يتكلم عن طرق التحليل، راح يكون شابتر 6، هذا راح نجي ان شاء الله في المحاضره القادمه لان هو راح يدخلنا الى الكمبيوتر. ومن ثم يتكلم عن انه احنا من راح السيستم هذا احنا كيف راح نقبل السيستم انشائيا، شنو المطلوب حتى يكون سيف سيستم ستراكشرال سيستم. الجواب انه مثل ما تشوفون هاي المعادله المهمه اللي نحسب بها strength required strength وديزاين strength. قبل شويه حكينا عليهم من تكلمنا عن التغيير بالكود، فعندنا sn phi sn اللي هو design strength وعندنا u اللي هو required strength، فهذا مهم. وكل الفصول هي مبنيه على هاي المعادله الرئيسيه، وراح طبعا راح نجي بالتفصيل وراح نتكلم شلون نحسب اليو من البرنامج وشلون راح نحسب الفاي sn بخطوات اليدوية أو معادلات اللي هي بالشابترات مالت الكود. Serviceability اللي هو الجانب الخدمي المطلوب طبعا ويشمل الديفليكشن والكراكينج، هاي طبعا معروفة عندكم دارسين انتو انه احنا بس نشيك تحمل القوى احنا ايضا لازم نشيك الديفليكشن والكراكينج. متطلبات الديورابيلتي ذكرتها قبل قليل، شابتر 19 خاص بالكونكريت وشابتر 20 خاص بالستيل. متطلبات الاستدامة طبعا تعليق بسيط على الاستدامة، هو ده يخلي الكود ما يدخل بالتفصيل، يترك التفاصيل حقيقة إلى كودات أخرى. ومن ثم هناك فقرة مهمة اللي اسمها الانتجريتي اللي هي أن يعمل الستركشر اللي أنا مختاره ونظام الإنشاء اللي أنا مختاره كوحدة واحدة، يعني لا يعمل إنه كل عنصر بشكل منفصل. لو صارت مثلا حوادث اللي هي يعني غير محسوبة مثل الانفجارات أو مثلاً يعني مثلاً الزلازل أقدر أقول لود هو معروف، ولكن حوادث اللي محاسبة ضمن اللود مثلاً صدمات للبناية السيارات أو غيره، ومن الطائرات صارت هم تدخل في الأبنية المرتفعة. فهنا هذا أيضاً الانتجريتي مذكور هنا، شلون تحقق الانتجريتي، شلون تقدر تضمن أن الستركتشر هو رح يعمل كوحدة واحدة. أيضاً ينطي هنا الجدول ب هذا وين موجود الحقيقة وحسب نوع السيستم، مثلا cast in place مثلا precast إلى آخره مثل ما نشوف هنا في هذا الجدول. حسب نوع السيستم هو راح فقرة اللي تتعلق بالانتجريتي. هنا الانتجريتي يمكن حتى شوية أكمل الصورة لكم أنه عرض سريع بصراحة دا يصير. الانتجريتي تعني أنه إحنا مثلا لو كولوم طار من البناية شلون ممكن الستركتشر يبقى واقف، تبقى باقي العناصر باقي الكولومات باقي الجسور باقي البيمز السلابس تشتغل بيسموه لود باث انذر لود باث الترناتيف لود باث، يعني مسار نقل الاحمال بديل يكون. هذا مهم ايضا، فهذا موجود في فقرات مشار الى في مقاومه الحريق كذلك. شلون نضمن مقاومه الحريق؟ اكو بعض ايضا الخطوات في شابترات اللي هي ضمن التول بوكس اللي اشرنا الى. والإنشاء أيضا Precast أو مثلا Cast in situ، طبعا مثل ما تعرفون هذا ACI 318 هو خاص للACI الخاص للCast in situ للصب الموقعي، فما يروح إلى Precast. ومن ثم يجي إلى Pre-Stressed Concrete، صحيح أكو يعني Pre-Stressed Concrete Institute ولكن الACI أيضا يتعرض إلى Pre-Stressed Concrete. يمكن هذه أعتقد
الفحوصات، ثم عندنا وتقييم المنشآت المبنية هي آخر يمكن فقرتين بهذا الشابتر. هذا عرض سريع للشابتر الخاص باختيار السيستم بالكود، لكن ما بي تفاصيل، تفاصيل كلها يعني يرسل القارئ إلى فصول أخرى الحقيقة للدخول بالتفاصيل. أنا حقا يعني حبيت أن أجيب لكم معلومات من مصادر أخرى الحقيقة تعلمنا إحنا شلون نختار السيستم. مثلا هو من ضمن هذا المصدر اللي اسمه Economic Concrete Frame Elements، لكن هذا طبعا ما مبني على الكود الأمريكي، ولكن هو لا يخلو من فائدة الحقيقة أنه علمنا شلون نختار السيستم حتى لو على الكود الأوروبي. بالمناسبة يعني أنا قبل يعني بضعة سنوات بدرس كورس الماجستير اسمه Advanced Reinforced Concrete Design. المنهج مع الكورس هو مقارنة بين الكودات المختلفة اللي هو الكود الأوروبي والكود البريطاني والكود الأمريكي، فالفروقات بين الكودات الحقيقة هي جدا طفيفة لكن تختلف بالفلسفة، لكن كأوتكام أو أوتبوت كنتيجة مثلا قد نخلي حديد كذا فروقات قليلة. لذلك يعني نصيحتي لكم أنه هذا المصدر جيد صح على الكود الأوروبي، ولكن ممكن تستعملوه في تصميم اللي يمكن نسميه الآن conceptual design أو التصميم الأولي. شو يعني التصميم الأولي؟ اللي هو اختيار السيستم واحد، اثنين اختيار الأبعاد للبيم والكولوم، طبعا هذا مهم احنا ندري بالتحليل كن بالبرنامج احنا عندنا معلومات عن أبعاد البيم والكولوم، ومن ثم أيضا الكلفة التقديرية أو التخمينية، لكن كلها بشكل سريع rule of thumb مثل ما ذكرت. فهذا شون ممكن يتم أصرح أراويكم الحقيقة، وهم نفس المنظمة اللي مسوية اللي مؤلفة هذا الكتاب، منظمة بريطانية مسوين اكسل شيت أو برنامج هم حقيقة إن شاء الله راح أعلمكم عليه الآن حتى يكون هو ختام محاضرتنا. خلينا نشوف هسه مثلا الآن كيف نختار السيستم. طبعا أول شيء التسميات مع السيستمز خالها على شكل رسومات مثل ما شفتوا وصور، ومثلا بعدين تيبلز. هذه خلينا نشوف سنبدي مثلا هذا التيبل. هذه الآن تشوفون هذا العمود هو أنواع من السيستمز، وقلنا موجودة بالرسومات في بداية الكتاب. مثلا Reinforced Concrete Flat Slab، هذا المحور الأفقي هو سبان سبان. زين الألوان الآن عندنا أخضر وبنفسجي. الأخضر هو للسكوير بانل يعني مربعات، سقوف مربعة أو ستركتشر مربع شكله، والمستطيل هو باللون البنفسجي والنسبة 1.5 حتى يكون القرار مبني على أنه هذا. زين الآن مثل ما نشوف هسا مثلا الآن Reinforced Concrete Flat Slab هذا مثلا يبدي يشتغل من سبان 4 متر المربع خلينا نقول إلى حد سبان 13 متر. زين أكثر من 13 أكرر كلام اللي قلته في البداية هو ممكن نسويه بس راح يكون غير اقتصادي. فمثلا إذا أريد سبان عندنا 14 متر لازم نروح وين على هذا السيستم؟ شنو خلينا نشوف اللون الأخضر اللي وهم مربع ولكن يحتاج سيستم إنشائي آخر Reinforced Concrete Waffle Slab. أوكي إذا هذا Waffle Slab أو Two Way Ribbed Slab، إذا أحتاج سبان أكثر 14 متر مثلا أحتاج أن أستعمل هذا السيستم وليس اللي هو Flat Slab. وهكذا طبعا بشكل سريع بصراحة، لأن أنا راح أروح أعلمكم على الأكسل شيت ذاك اللي هو مثل برنامج مسوي الحق هذه المنظمة، وهو مفيد إن شاء الله لكم تشوفون في اختيار السيستم. ممكن واحد كتصميم أولي الحقيقة يجي يبدأ بهذا السيستم. زين قبل ما أروح للبرنامج خليني أراويكم المصدر مال هذا البرنامج أو المنظمة الإنجليزية اللي هي هذه اسمها MPA أو The Concrete Center اختصارا، حتى أيضا ممكن تحملون البرنامج منها وممكن أيضا أرسله لكم. البرنامج هو اسمه Concept، طبعا هو برنامج يعني أقول بس هو Excel Sheet. هذا Concept Version 3 طبعا، ومن Version 1 2 3 الآن هذا 3.2 اللي موجود بالكتاب الآن من أشكال وصور ومعلومات. إذا هي صعبة على مثلا المهندس أن يجي يقرأ ويدخل بالتفاصيل، ممكن كبديل
أن يجي يدخل مباشرة إلى هذا الأكسل شيت ويجي حقيقة يختار السيستم بناء عليه. وصراحة نشوف اكزامبل أعلمكم عليه. زين احنا نعم رحنا على الكونكريت سنتر. خليني افتح جوجل كروم يمكن اسرع من هذا الاكسبلورر. هذه منظمة طبعاً هي مو مثل الـ ACI، يعني هم أكو قسم من هذه المنظمة هم مشتركين بكتابة الكود البريطاني وكتابة الكود الأوروبي، ولكن هم منظمة معنية بالكونكريت وعندهم محاضرات طبعاً فري، يعني هم ممكن تستفيدون من عدها حقيقة. هذه نشوف جدول الآن بعضها بفلوس، هذا في واحد حزيران بفلوس، لكن في 9 حزيران في 15 حزيران هذه كلها محاضرات فري أونلاين ممكن تشتركون الحقيقة ويعني بها معلومات مفيدة عن هذا البرنامج وعن أمور أخرى تخص الكونكريت. Concept Software هذا هنا اللينك خاص بي، هو هذا طبعا فري، هذا الأكسل شيت هم اللي مسويها فري بالرغم بها يعني مجهود كبير، لكن هي مثل ما قلت مفيدة جدا في معرفة أو التصميم الأولي للكونكريت أو اختيار السيستم مثل ما راح نشوف هسه. زين إلى أن يحمل خلينا نروح على الأكسل شيت وشوية نتكلم عن هذا حتى نطبقه بإنسان. أول صفحة طبعاً هذه صفحة ترحيبية اللي هي هذا الكونسبت يعني برنامج كونسبت، هذا فيرجن 3.2 ومثل ما نشوف الآن تعليمات عن يعني استعمال هاي الأكسل شيت شو واحد شي يسوي. وهنا أنا أيضاً جوا جدول هذا بالتعديلات اللي صارت، سواء آخر واحد صار سنة 2010 في 23 آب اللي هو فيرجن 3.2 سوى بها التعديلات اللي مكتوبة الآن أمامكم. زين خلينا نبدي الآن، خلينا نشوف هنا نفتح الكونسبت هنا لو بعده. أوكي خلينا نروح من هنا أيضا، هذا هنا Publication and Software. أوكي زين نبدي ستارت الآن. خلينا نفترض عندي بناية طبعاً، يعني فتحت الملف الأوتوكاد قبل شوية حتى أراويكم كيس ستدي اللي إحنا راح نتعامل وياها. أنا خذت بناية مبسطة بصراحة اللي هي هذه 4 سبان باتجاه و3 سبان 5×7، يعني أعتقد راح يعني 5 طوابق تكون هذه البناية حتى لا يكون الرن مالتها يطول من تعلم على البرنامج. وهذه الآن طبعاً أنا صح سراسم سلاب بيم سيستم، لكن الحقيقة هذا مجرد رسم أوتوكاد بعد ما مقرر شنو السيستم. راح أقرر بالاستفادة من كونسبت، برنامج كونسبت أو هذا الأكسل شيت اللي أنا فتحته. إذن عندي هذا الجيومتري راح أبدي أدخل هذا الجيومتري للبرنامج. زين خلي شوية احنا نسوي زوم اكثر حتى يكون واضح. طبعا بمثال مخزون هو انا هنا سأبدي مثلا، ممكن هنا اغير معلومات عن المثال، اسم البروجكت، اسم رب العمل الى اخره، يعني ما راح اغير هاي الاشياء. تاريخ هو تلقائيا تحدث. الان هنا number of bays in x direction، والحاط على الرسم مثل ما تشوفون يوضح لنا x و y direction. ارجع للاوتوكاد حتى اشوف كم باي عندي. عندي 4×3 إذن 4 باي، وهنا 3 باي. شوفوا هنا هاي الأرقام اللي مخزونة، طبعا هاي الأرقام الديفولت خانات صارت باللون الأحمر، معنا هذه لازم أمسحها أصبحت زايدة ماكو كانت بالمثال السابق. الأبعاد أعدلها 5×7 أيضا، عفواً 7 اتجاه واي 3. طبعا مثل ما تشوفون ده يتغير الرسم الان، اذا صار هذا الستركتشر اللي اني يعني البنايه مالتي. نمبر اوف فلورز، انا راح اجي اعدل نمبر اوف فلورز 5 طوابق، اذا ارجعها الى 5 طوابق. الان طريقه قياس الطابق ممكن يكون بعض بخيارات فلور تو سيلينج او فلور تو فلور،
أنا راح أختار floor to floor. طبعاً المعنى eye to ceiling يعني السقف الثانوي ممكن يعني بزيادة يحسب الطابق. وهنا أنا floor to floor يعني هذا الآن خلينا نقول ارتفاع الطابق الكلي يعني بضمن المكان اللي يخصص للسقف الثانوي والخدمات. زين. وهنا إذا كان مستخدم وايد بيم شلون ينقاس ال edge column، الكولوم اللي بالحافة هو rectangular أو سكوير، ممكن أختار أي شيء. هذه أشياء طبعاً بعض المعلومات ما تأثر في اختيار السيستم إن parameters اللي ذكرتها بالبداية. هنا إذا ribs slab راح يكون متساوي لو لا ribs إلى آخره. كل هذا ثاني سويته الحقيقة refresh layout حتى هذا يتعدل هنا الـ layout. كما تشوفون الآن صار فعلاً 5x4 كله أوكي. هذا الآن كل الجيومتري كملته في البناية مالتي أو المثال اللي آني بحقه بالأوتوكاد فارضة مثال حتى شلون أستعمل كونسبت. زين هذا الآن شوفون صفحة بالويب سايت مع الموقع هذا MPA الشركة، وهذا الكونكريت سنتر منها ممكن تتحول فري مجاني هذا الكونسبت ديزاين تول. فمن راح تفتحها الحقيقة راح يعني هو يطلع لك ملف مكبوس، هذا هو الملف المكبوس راح ادز لكم اياه. تنفتح لك كل هاي الملفات مع الاكسل اللي هو تمثل البرنامج والملفات المرتبطه به. فممكن تحمله من الموقع، وممكن ايضا انا راح ادز ان شاء الله الاستاذ احمد يدز لكم اياه. زين نيجي بعد شنو يؤثر. طبعا السبان مؤثر باختيار السيستم، دخلنا السبان اوكي. شنو الشيء الاخر المؤثر؟ نجي هنا وهو اللودز. نروح الى اللودز ايضا. بي لودز مخزونه بي لود مهم باختيار السيستم. اذا كل لود مو طبيعي طبعا اللود طبيعي ما ياثر. هسه مثلا هنا نجي نشوف اللود كلها ارقام منطقيه 5 طوابق. سوبر امبوز ديد لود معناه الكاشي اللي راح نخليه فوق الطوابق. زين وامبوزد ديد لود نعم بالضبط هو بهالشكل هذا. امبوزد سوبر امبوز ديد لود هو الكاشي نعم. الامبوز هو اللايف لود، هذا هو اللايف لود. فمثلا سواء اللايف لود الان كله موجود 3.5 ما عدا السطح، طبعا راح احكي عن لود مستقبلا لازم يكون اقل 1. هو احنا طبعا ناخذ 2.5 مرات بالابنيه التجاريه او يعني مثلا مكاتب او غيره، اخليها 3.5 راح اغيره. هنا الكاشي اخير شيء اخر روف عليه 3.5 مال السطح احمال التسطيح غيرتها اوكي. هنا أنا بعد شو عندي معلومات يريد من عندي إيش قد البيرن كاباسيتي مال التربة، يعني هذا يفيده بحساب أنواع الأسس وكلفة الأساس. غيرت 100 يعني 10 طن على المتر مربع البيرن كاباسيتي. هاي الآن بهاي النافذة غيرت اللود وغيرت البيرن كاباسيتي عن المثال، وهو الآن أخذ هاي المعلومات وحولها بالطريقة اللي تفيده. زين وصلنا إلى الريزلتس النتائج حتى نشوف. طبعا سوى بعد ما عدل الارقام لازم نروح لهنا وش نقول له، نقول له اوبتمايز كولوم. هنا ناخذ باللون الاحمر انه بعد ما مسوي اوبتمايزيشن اللي هو شلون يختار لنا احسن سيستم، وصراحة اقول لكم شلون راح يختار. يعني راح ياخذ بضعه ثواني الحقيقه يبدي يسوي الكالكوليشنز مالته كمل. زين خلينا نشوف الان فاينل ريزلت شو اختار هو. احنا طبعا فرضنا فد فرضيه معينه انه ممكن يكون سلاب بيم سيستم، لكن شوفوا هسه الان شنو اختار. طبعا هو شلون راح يختار السيستم على اي اساس؟ هو اخذ البارامترز اللي احنا دخلناها اللي هو الفضاء واللود والكذا، لكن هو راح يجي يبني على الكلفه فقط الكلفه. طبعا انا رانك طبعا هذا الجدول بانواع السيستمز 13 سيستم بي، بس شنو مرتبها؟ مرتبها حسب الكلفة. زين الكلفة يحسبها بطريقتين، يحسب الكلفة الكلية اللي هي يعني تأثير الوقت عليها. يعني مثلا واحد مرات يبني بكلفة قليلة ولكن بوقت تنفيذ طويل. طبعا هو عندنا حتى لوقت التنفيذ مثلا تأجير الآليات، مثلا تأجير الأرض إلى آخره، هذه كلها يضيفها كلف إضافية من يطول وقت التنفيذ. لذلك بقى احنا عندنا معيارين، total cost اللي هو يشمل الوقت يعني كلفة الوقت، أو construction cost اللي هو مو كلفة الوقت يعني كلفة الإنشاء فقط. يعني خلي التنفيذ يكون بطيء
لكن شنو كلفة الإنشاء. طبعا بالمناسبة التنفيذ هو يتوقع 12.8 ويك. هسه واحد يعني ممكن يسأل يقول زين هنا هسه هو سعر وطلع هسه هنا 2,184,000 تقريبا جنيه استرليني طبعا. منين جاب الوقت منين جاب هذه كلها احنا ممكن نعدلها. اذا اليوزر مثلا في بلد اخر مثلا يريد يعدل كلها ممكن مين نروح نعدلها منا من الريتس. روح للريتس حتى راويكم هذه وين موجودة. هذه هنا المعلومات موجودة اللي هي هذه الفقرات. يعني طبعا ما راح احكي بالتفاصيل انا يعني قسم من الحاضرين اعرف هم عندهم خبرة في التنفيذ. لكن هنا نشوف أنا مثلا لكل طن لكل متر مربع كل باون لكل ها طبعا كلها محسوبة في داخل بريطانيا. هذه الأرقام والكلف. cost of time هذا اللي قلنا كلفة التأخير هم هو حاسبه حاسب أرقام اللي هو الاستئجار وإلى آخره آليات كل هذه موجودة هنا. هذه الآن كل الأسعار ممكن نغيرها سواء كان بالنسبة للتأخير بالوقت أو سواء كان بالنسبة إلى أسعار التنفيذ المواد والعمل إلى آخره. إحنا طبعاً بس نشوف أنا حتى شلون نستعمل هذا البرنامج. إحنا خلينا نقول هذه الآن كل أرقام هي إحنا راح نتعامل وياها كما هي في بريطانيا. زين هسا إذا باعوا الآن الخيار الأمثل اللي هو الأرخص خلينا نقول إذا ما لاحظنا الوقت هو هذا بالرسم أمامكم. أول شيء نات two way slab solution two selected اللي هو two way slab هذا slab beam system هذا الآن أمامكم حتى مع سمك السلاب 130 مقترحة أبعاد البيم أبعاد الكولومز هم موجودة. زين هذا هو التنظيم. هذا إذا شنو أخذنا الخيار إنه إحنا الوقت بالنسبة لنا مو مهم المهم الكوست. إذا الكوست والوقت مهمين راح نشوف نبدل الآن توتال كوست. لا هنا أنا راح يصير الخيار أول شيء هذا راح يخلص 11.9 ويك لكن ذكرون قبل شوية 12.8 ويك يعني فرق أسبوع ما أعرف كم شيء لهذا مو فرق هواية. لكن شنو بعد النظام صار غير نظام صار الأفضل one way slab أسرع من two way slab القالب مع البيمز في الاتجاه الآخر وكذا. هذه الظاهرة هي اللي تفرق واضح. هذه أيضا بعد معلومات عن الكلفة كتوتال يعني كحسابات كلفة القالب زقد كلفة الكونكريت كلفة الأعمدة البيمز الآخري إحصائيات جداول. والآن هو كل سيستم أيضا دي يقول ممكن تروح أنت تروح تفاصيل السيستم. مثلا الآن هذا اللي خلنا نروح على ذاك مثلا سلاب بيم سيستم إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط الكلفة وليس الوقت فراح يكون two way slab system. يقول روح إلى شيت S2 الآن أروح إلى شيت S2 هاي تفاصيله هاي تفاصيل الآن السيستم هو بالأبعاد والكميات وإلى آخره إيش كده أحتاج الحقيقة حتى حديد اللي أتذكر إنه حتى موجود كمية الحديد كم طن أحتاج. هذا بصراحة مفيد جدا. طبعا إحنا قلنا هو موجود على شكل كتاب هما راويناكم إياه الآن. هذا هو موجود على شكل كتاب هو حتى قايل بالصفحة الترحيبية إنه هذا مبني كله على الكود الأوروبي أول شيء ديزاين ومبني على أساس هذا الكتاب اللي هو حوالي 194 صفحة صادر سنة 2009. فكل هاي المعلومات اللي بالكتاب موجودة هي ممكن تتنفذ الآن خلال يمكن شفتوا بضعة ثواني ممكن أصل إلى هذه القرارات. زين هذا بما يخص طبعا الكونسبت. الآن أنا أطرح سؤال حقيقة وهو يعني موضوع أيضا مهم المستقبل خصوصا مهم جزء بالعراق الآن مو مهم لكن هو أنا باعتبار يعني أنتم إن شاء الله أيضا يعني جيل المستقبل كمهندسين ضروري تفكرون به وهو انبعاث الكربون أو يعني يسموه الكربون إيميشنز. انبعاث الكربون الآن إلى علاقة باختيار السيستم هذا الآن سؤال أطرحه ورح أجاوب عليه في نهاية هذه النصف ساعة ومن ثم حتى نشوف الأسئلة. خلينا أحضر لكم أنا حتى أكون محاضرة هو هذه ويبينار بالمناسبة خل أرجع للموقع تشوفون الويبينارز الآن هذا آخر ويبينار هذا في 15 جون Saving Carbon Now Using Concrete يعني أنت من تستعمل الآن الكونكريت كماتيريال للسيستم مالتك ممكن أنت الآن بل يجوز يعني هم عندهم مثلا يجب عليك أنه
تراعي انه يكون السيستم هو اقل انبعاث للكربون، يسبب اقل انبعاث للكربون. طبعا هذا الويبينار في 15 جون، صار ويبينار قبله في 5 ايار 5 مايس فري مثل ما قلنا، انا حضرت هذا الويبينار في 5 ايار واخذت لكم من عنده بعض المعلومات بعض السلايدات. هذا شوي راح احكي لكم عليه هنا، وحتى اتكلم لكم الان عن الكونسبت الجاي او يعني برنامج كونسبت فيرجن 4 اللي هو راح يدخل بعين الاعتبار باختيار السيستم انبعاث الكربون. يعني انت يجب عليك انه تفكر ايضا مو بس بالكلفه، بس احنا ذكرنا الان الكلفه والوقت، لا الكلفه والوقت وضيف لها لازم انبعاث الكربون. طبعا اللي القى المحاضره من جامعه كامبريدج هو هذا مايكل دريميك اللي هو يمكن مبرمج مال هذا البرنامج. طبعا هو بالمحاضره ذكر انه في حزيران يعني في الشهر القادم راح ينزل فري كونسبت فيرجن 4. فطبعا يعني لهذا بصراحه دليتكم على الموقع وهو موجود الان اللي تشوفون امامكم، وهذا هو الموقع، واكيد راح ينزل هنا كونسبت فيرجن 4 فممكن ان تحملوا وتنزلوا. ايضا راح يطلع اكسل شيت، طبعا هو مراوينا بعض الصور الان راح اراويكم اياها ايضا من البرنامج القادم. هذا هو الكونسبت القادم فيرجن 4 اللي اتمنى ان شاء الله ايضا تنزلوا وتستعملوا. شوفوا الان، خليني ازوم يمكن هسه شويه مو واضح، خلينا نشوف الان من راح طبعا دني هو نفس هذا الجدول مال الريزلتس، دني السيستمز، دني 13 سيستم اللي صورهم قلنا موجوده بالكتاب هناك حتى واحد يعرف شنو الفرق بيناتهم، تو واي سلاب، وان واي سلاب، فلات سلاب، هولوكور الى اخره، هذه انواع المختلفه. الان هو مرتبها بس شنو الان مثل ما نشوف، اذا انت تريد تختار على اساس كلفه الانشاء وما تهتم لا بالوقت ولا بالكربون سوي كليك على هذا. اذا انت لا مهتم بالكلفه والوقت سوي كليك على هاي، اذا فقط الوقت سوي كليك على هاي. طبعا مناسبه انت من سوي كليك على كل واحده من ذني شو راح يصير، ينعاد ترتيب هاي السيستمز بحيث تصير بالبدايه الاخضر اخضر طوخ كذا تتدرج اللي احسن شيء الى أسوأ شيء. هسه هذا الان تشوفون بالنسبه للكلفه احسن شيء فلات سلاب. بعد شنو هي من المعايير؟ المعايير هو انبعاث الكربون، هذا نضاف عمود رابع اللي هو احسن سيستم لانبعاث الكربون. طبعا هذه هسه الان انا ماخذها الصوره من المحاضره، سوى كليك هنا على الكوست فطلع افضل سيستم هو شنو؟ هو الفلات سلاب. اخذت صوره لخها من المحاضره، لكن عندما راح للخيار الرابع اللي هو انبعاث الكربون، شوفوا هسه هو صحيح بالبدايه الاخضر، بس احنا خلينا نروح نشوف الليسته مالت السيستمز، احسن سيستم اللي اقل انبعاث للكربون هو البوست تنشن فلات سلاب. اذا انت تفكر بالكربون اهم شيء، فراح يكون احسن سيستم تختاره هو بري ستريس كونكريت اللي هو من النوع البوست تنشن فلات سلاب وليس السلاب بيم سيستم اذا نظرت للكلفه. زين، بعد شيء قدم هذا البرنامج القادم اللي راح يصدر بعد اسبوعين خلينا نقول او اقل من اسبوعين، وعليه محاضره مثل ما قلنا يوم 15 حزيران، يقدم هذا الفيجر. شوفوا هذا الفيجر الان هم ايضا بطريقه تعبير اخرى شويه اوضح. هذا العمود العمودي، الخط العمودي هو المقدار الانبعاث الكربون اللي يصير، وهنا الكلفه، وهاي 13 سيستم. لذلك هسه النقاط اللي اوطأ شيء هي اقل انبعاث كربون، والنقاط اللي هي اقرب شيء على المحور العمودي هي الاقل كلفه. يعني شلون؟ يعني هسه مثلا سيستم رقم 8 هو اقل انبعاث كربون بس هو اغلى شيء اللي هو ريبد سلاب، بس سبان باتجاه واحد. لذلك اذا حتى احنا ما نقدر احنا يعني انا قلت انبعاث الكربون مهم على مود الاحتباس الحراري وعلى مود المستقبل، ولكن مو معناها لازم احنا نضحي بالكلفه او الوقت. لازم نختار لازم اقل انبعاث واقل وقت. فايش راح يبين عندنا؟ رقم 3 هو احسن واحد، لان يعني رقم 3 هو اوطأ شيء
بالنسبة لانبعاث الكربون، وهو حقيقة أقل شيء بالنسبة للمحور الأفقي اللي هو يمثل الكلفة والوقت. فرقم ثلاثة هو شنو؟ Post Tension Flat Slab. رقم اثنين أيضا بقليل انبعاث الكربون اللي هو الفلات سلاب، بس مو بريستريس كونكريت، كونكريت عادي ولكن كلفة مالته أعلى من البريستريس. فهذه كلها مبنية مثل ما قلنا على الأسعار والظروف اللي موجودة في بريطانيا. يمكن أسمع نقول بريستريس بالعراق، يمكن واحد ما يصدق أنه بريستريس يكون هو أرخص مثلا من الفلات سلاب. أنا أتوقف هنا من الحقيقة اللي هو أيضا معناها أكو عامل إضافي في اختيار السيستم وهو انبعاث الكربون، وهذا راح يجينا إن شاء الله في الكونسبت هذا البرنامج اللي راح يصدر مثل ما قلنا في هذا الشهر إن شاء الله في منتصف هذا الشهر، فراح أرجو أن تنزلوا أيضا وتستعملوا في اختيار السيستم. خليني أتوقف لهنا وأرجع إلى فتح المجال للأسئلة والمناقشة. خلينا نشوف هنا يعني أسئلة مباشرة، يبدو ماكو عندنا، وإذا أكو أنا حاضر ترفعون إيديكم. خلينا نروح على الشات بوكس لأشوف بي تعليقات. جيد. أستاذ زيد الآن ملاحظة الحقيقة وليس سؤال، إنه واحدة من الأمور اللي إحنا نقلل انبعاث الكربون هم ما سبب، يعني ذكرني في شيء أستاذ زيد ما ذكرته الحقيقة. يعني الآن هو شلون حسب انبعاث الكربون؟ يعني شوفت فكرة سريعة أعطيكم، وكان كنت محضر بعض الأشكال حقيقة عن انبعاث الكربون كذا، إن كان راح أعطيكم إياها كمصادر ممكن أنتم تستفيدون من عدها، لأنه يعني ما داخل وقت بصراحة. انبعاث الكربون هو يجي من الماتيريال، يعني أسأل كونكريت شنو بي حصو ورمل وسمنت وحديد. زين الآن تصنيع هذه المواد كل ما يحتاج وقود أكثر كل ما انبعاث كربون أكثر، وكل ما طبعا الوقود راح يحرق بدرجه حراره اعلى كلما انبعاث كربون اكثر. لذلك مثلا اكثر انبعاث كربون وين موجود؟ بالحديد، ومن ثم السمنت، ومن ثم اللي ماكو انبعاث كربون يجوز اللي هو الحصو والرمل. يعني سمعناها لو نقدر مثلا ما نستعمل لا حديد ولا سمنت بس حصو ورمل، ولو هذا يعني نكته هذه ليس حقيقه، راح انبعاث الكربون يصير صفر. ولكن حقيقة معناها إذن لازم نقلل الحديد ونقلل السمنت حتى نقلل انبعاث الكربون. هسه هنا أستاذ زيد، الدكتور زيد يقول إنه إحنا نعوض السمنت بمواد بديلة، مواد مضافة مثل الفلاي آش والبوزلا، مواد البوزلانية وإلى آخره، الجيوبوليم. نعم هذه واحدة من الأشياء اللي نقلل بها انبعاث الكربون، بس بمناسبة هو كونسبت الآن ده يحكي عن أوردينري كونكريت والسمنت العادي والكذا، ما ده يحكي عن إنه تبديل خلينا نقول المواد، يعني السمنت العادي والكذا مبني على هذا. زين نعم أبنية صديقة للبيئة، أحسنتي مهندسة زينب. نعم إحنا وإذا نتكلم هذه وهذه، إحنا من نقول green building بصراحة، يمكن إحنا بعضنا كنا نتصور إنه green building يعني لازم نزرع فوق سطح أشجار ما أدري شنو. لا، green building هي هذه أقل انبعاث كربون، سواء under construction أو سواء بالتشغيل. طبعا هذا الأستاذ علاء ملاحظة مهمة، أنه هذا ترى أكو محددات بهذا البرنامج الأكسل شيت، أرجو أن ترجعون تقرون الويلكم نوت بالبداية اللي هي تبين أنه أعتقد أكبر سبان 12 متر يمكن، وكوابي محددات أرجو أن تقروها، يعني أبنية منتظمة غيرها، لكن ممكن مو مستطيلة، يعني ممكن تشيل بعض الحقيقة من السبانات وكذا، سأنا أراويكم شلون. اوكي طبعا السمنت هذا الدكتور زيد متخصص بين هذه، بيعطينا معلومات تفصيليه بصراحه انه كل غرام من السمنت قد يسوي انبعاث. لكن خليني اروح على الجيومتري. نعم هسه هنا مثلا الحقيقه شوفوا هسه اذا هذا مثلا امسحه الواحد، شوفوا راح بانل من هنا، يعني مو الا منتظمه بشكل، يعني مثلا ممكن احذف هذا ايضا احذفه، شوفوا الآن صارت على شكل حرف آل البناية، بس طبعا لازم تكون أعتقد مربعات ومستطيلات لأن هي مبنية على. نعم نشوف بعد ال أي نعم في هو نعم أستاذ عمار في هو هذا حقا مصدر بريطاني، وخليني أراويكم المصادر اللي أخرى اللي ضاق الوقت أن أدخل بيها. نشوف وين أني خالها، اي نعم هذه، هذا مثلا حقيقه اكو هي هذه مشروع اسمه LETI
اللي هو في بريطانيا يعني مهتم جدا، وهذا رفع شعار انه عام 2030 زيرو كربون، عشان تكون الكونستراكشن او يعني بشكل عام حتى الابنيه، تشغيل الابنيه كذا، ان تكون زيرو كربون. هذا طبعا انا نزلت هذه المصادر من عندهم كلها فري موجوده، بدون تنزلوها. نعم تنفتح، هذا احد المصادر الان، هذا الان اللي يحكي عن الامبيدد، امبيدد كربون اللي هو هذا الكربون اللي موجود في داخل المواد وخلال تصنيع المواد. شوفوا نسمى خلي شكل بهذا الشكل، او يكون مصدر اخر خلي افتح لكم اياه ايضا ان شاء الله. هذه كلها تجيكم عن طريق استاذ احمد وتفيدكم كمكتبه بهذه المعلومات. عفوا ليس هذا، نعم هذا Climate Emergency Design Guide. شوف الآن حتى مثل خارطة الطريق مثل ما تشوفون أنه كيف يكون انبعاث الكربون صفر في سنة 2030. هذا المصدر الحقيقة ب يعني رسومات لطيفة، وهي ممكن أن نشوفها أيضا من خلال هذه المحاضرة. الحقيقة أنا سجلت المحاضرة أيضا، وان كان هم يعني مائين عن طريقة التسجيل، لكن اوكي سنراكم ان شاء الله بعدين. هذه الحقيقة هي لها علاقة بالاستدامة. نعم سيد عمار، اذا تخصصات النادرة، نعم انا ايضا اشجع كل واحد يريد يكمل دراسة بصراحة انه يروح يفكر بموضوع الاستدامة. يعني انا اقول روحوا بيئه قسم، ممكن واحد يروح الان اي حتى الان يروح ستراكشر، ممكن يروح الى مواضيع الاستدامه، هذه مهمه جدا. هذا مثل ما تشوفون ال اي تي اي الموقع، اعتقد ليس هذا، هو هذا اللي هو صدر هذه المعلومات. نعم لندن انرجي ترانسفورميشن انيشيتيف، هذه المبادرة تقليل انبعاث الكربون في المنشآت القادمة، وخلين لهم خارطة طريق. خلوني أراويكم هنا فد شيء حتى تعرفون أنه مصادر، طبعا هذا هو متطوعين دولة مثل ما خلين صورهم في بريطانيا يعملون في أماكن مختلفة، هم يعني يسوون أبحاث يعني بتطوع أنه كيف يقللون انبعاث الكربون سواء كان بالتصميم أو بالتنفيذ في أماكن أخرى. وخلينا عن المخططات، كان يعجبني طريقة الإنفوغراف اللي هو مستعملية بهذا الكتاب، يعني بديعة جدا وتبين لك إيش قد النسب. يعني خليني أراكم في الشكل، يمكن هو هذا يعني نختم بالكلام لأنه ما نطول عليكم أكثر، وعندنا بعد 19 محاضرة لحد ينهزم. أكو شكل حقيقة اللي يبين إيش قد مقدار الانبعاث، يمكن هذا. نعم يعني حتى واحد يقول التصميم يعني مو مهم أن نراعي به انبعاث الكربون. شوفوا هذا الآن لأني عمودياً، عمود اللي هي الأبنية تنبني بشكل تقليدي، وعمود الأبنية تنبني بأقل قدر يعني من الطاقة اللي ترشل استهلاك الطاقة. لاحظوا الآن الرسم، هم أخذوا أوفيس مثلاً، أبنية إدارية مكتبية. لاحظوا الآن هذه النسبة 16% من انبعاث الكربون هي عند البناء في مرحلة البناء، ولكن 66% عند التشغيل. عندما نقلل استهلاك الطاقة في المباني راح يصير الحقيقة البناء هو إلى نسبة كبيرة، راح يزداد من 16% إلى 34%. أو مثل ما نشوف مثلا في المدارس، باعوا الآن في المدارس 21%، يعني خمس الانبعاث الكربون يجي من عملية الإنشاء والتشييد، ولكن هذه الخمس راح تصل تقترب من النصف تقريبا. ليش؟ يعني راح يقل ترشيد الحقيقة الطاقة، أو الطاقة النظيفة تكون كبديل في أثناء يعني عمل المبنى، والمبنى يعني من يشتغل يكونون به ناس، والمدرسة هذه بها دوام وكذا. فراح يصير في الإنشاء مهم انبعاث الكربون، وواحدة من مراحل الإنشاء والتصميم، ومثل ما تشوفون الآن تقليل الكميات وتقليل انبعاث الكربون راح يكون مهم، فراح يكون أيضا يدخل بشكل أساسي في اختيار السيستم.
أنا حق بعد ما عندي شيء، بس أشوف إذا أكو بعد ملاحظات. أستاذ علاء يقول إنه نعم هذه الأنظمة حسب الكود الأوروبي. نعم نعم، أنا قلت يعني أنا قلت لكم أنا أدرس الماجستير ثلاث كودات، ونقارن دائما ويا الطلبة بالأسئلة بالأمثلة بالأسئلة الامتحان، مثلا نصمم بين بالكود الأوروبي والبريطاني والأمريكي متقاربة النتائج، أو كولوم أو سلاب أو غيره. فلذلك ممكن تعتمدون يعني هاي القرارات اللي شفناها بكونسبت الآن قبل شوية، ممكن احنا بصراحه نعتمدها في اختيار نظام الانشائي، حتى راح نشتغل بعدين على الكود الامريكي. ان هذا تنسون هذا تصميم اولي، يعني هذه معلومات اوليه، يعني انت راح تجي تخليها على الطاوله ومن ثم انت راح تروح تشتغل. حتى ستر حتى هم الان على الكود الاوروبي هو يقول بالمقدمه انه هاي ما تعتمدها بالتنفيذ، هذه معلومات اوليه لك قبل المراحل. اول اختيار تعرف الكلفه، تتقدم اعضاء قبل ما تروح تشرح في تفاصيل التصميم، كنت تعرف هذه المعلومات. أنا الحقيقة خلي أوقف التسجيل، يعني انتهت محاضرتنا لحد هنا حتى ينتقل مناقشتنا إلى الأمور العامة والأمور التنظيمية.